الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا بهذه الصحبة، صحبة السادة الأساتذة الأفاضل والزملاء الأعزاء من مصر والدول العربية. طبعا الدكتور فيصل موجود في على الشاشة، هو الدكتور أحمد عقل من السعودية، ومعنا هنا من مصر الدكتور هشام السيد المودريتور، الدكتور سعيد خميس، الدكتور طارق طنطا، والدكتور ياسر عبد الحميد طبعا منور. فطبعا في ناس كتيرة هتخش تباعا وهيشوفوا الفيديو بعد كده على اليوتيوب. دكتور سمير يعني تقديمه فيري ديفيكلت، لانه انا هو كان استشاري كبير وانا نايب، وانا ببدا حياتي كنايب في مركز الكلى. فهو مواليد 56، كونسلتنت طبعا في مركز الكلى، وحاليا عاد لموقعه بعد ما غاب عننا فتره طويله في سليمان الفقيه. شرفنا هناك، وساب زي ما الدكتور فيصل بيه قال في بدايه الحلقه انه سايب ذكرى وصور الدكتور سمير والدكتور احمد عقل طبعا سفير لنا هناك دلوقتي. الدكتور سمير بيتميز بالاضافه للنفرولوجي ان هو مهتم بالكواليتي، فهو كان تيم ليدر في خميس في سليمان الفقيه في جده في هنا، والدليل للصوره دي من لوحه الشرف من هناك يا دكتور فيصل انه جي سي اي تيم ليدر. فده حاجه جيده جدا ان الشخص يبقى الطبيب وعنده بعد اداري وبعد جوده. والصوره دي صوره لها ذكرى طيبه جدا، لانه دي سنه من 5 سنين لما الدكتور سمير قبل ما يرجع رسمي للمركز في اجازه جدا محاضره في الهيموداليس كورس، كان برضو على الكواليتي. الدكتور سمير فرد من التيم، وفرد كبير جدا وسينيور في تيم محترم جدا كلنا بنتشرف ان احنا فيه. يعني يمكن الصوره دي فيها استاذنا الدكتور غنيم والدكتور صبح، دكتور سمير موقعهم في القلب اهوت، وطبعا مع بقيه الساده الاساتذه والزملاء الدكتور ايمن رئيس الوحده الحالي، والدكتور ايمن رفاعي، والدكتور عادل بكر، وكل الاخوه، الدكتور احمد دنيا. طبعا مش هقعد اقول الاسماء كلها، وده في تكريم مركز الكلى من الجمعيه المصريه. الدكتور سمير كان من ضمن الناس المكرمين. الدكتور سمير بيلاقي قبول جدا واعجاب من الجماعه الافارقه، يعني في كيمياء رغم انه ابيض بس الجماعه الافارقه بيحبوه، وخاصة في الورك شوب بتاع الووتر تريتمنت. بيعملها على العملي، بيمر معاهم في على الووتر تريتمنت، وبالإضافة للعملي بيقولها نظري في الكورس. وده كان في تكريم الدكتور أسامة حمدي، كان لأن الدكتور سمير صديق شخص للدكتور أسامة حمدي. في الورلي كيني داي كان مفارقات الفاني بتاع الورلي كيني داي إنه كان بيتكلم على الإكسرسايز، فعاوزين نلعب إكسرسايز يا دكتور سمير. في السي ام اي وفي ترانسبلانتيشن الدكتور سمير طبعا معانا مع الدكتور عادل بكر ومع الفريق كله طبعا، والدكتور احمد عقل هنا هو كمان اهو يعني حاجز موقعه. رابطه الكلى في الدقهليه، الدكتور سمير اول ما رجع من السعوديه بقى فاعل بشكل كبير جدا، وهو طبعا احد القامات وفي لجنه الحكماء في رابطه الكلى في الدقهليه. ومن خلال رابطة الكلى في الدقهلية عملنا بعض الزيارات الميدانية لبعض المستشفيات، منها ده مستشفى ميت غمر كلينيكال راوند، وبرضه راوند في الووتر تريتمنت. وفي السي ام اي طبعا رحنا اماكن كتير، من ضمنها شرفنا بضيافة طبعا سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الباري، وطبعا دكتور سمير، ومعانا نخبة دكتور احمد حلاوه ودكتور طارق طنطاوي معانا، ودكتور محمد كمال نصار والدكتور سامح. ده برضو احد اللقاءات اللي عملناها الاونكو نيفرولوجي ميتنج تبع الرابطه في مركز الكلى، كان معانا الدكتور احمد عقل في الميتنج ده، لكن الصوره دي فيها الدكتور طارق والدكتور طارق. برضو في السي ام اي بتاع الجمعيه رئيس الدكتور هاني حافظ رئيس الجمعيه، الدكتور مي حصل الله رئيس المنتخب، الدكتور سعيد خميس منور في الزوم منور هنا اهوت، وبقيه الاخوه الاساتذه الافاضل الدكتور احمد قريع والدكتور محمد كمال نصار وبقيه الزملاء. في الاوت ريتش بروجرام معانا ده هنا في سوهاج في صعيد مصر في ضيافه الدكتور علي طه، طبعا الدكتور مجدي الشرقاوي والدكتور طارق وفريق من الزملاء. ده في الدالس في عين شمس في ضيافه الدكتور هشام السيد والدكتور مجدي الشرقاوي، وهما الاثنين معاه اهوت، والدكتور طبعا الدكتور هشام هو المودريتور، هو اللي حط بذره البرنسبلز في موداليسيس، وان شاء الله هو بيجهز كورس كبير جدا هيغطي اكثر من 50 حلقه على الهيموداليسيس. دكتور سعيد تاني اهوت، دكتور اسامه، وطبعا معانا العالم الكبير دكتور صبح والدكتور ايهاب وهبي، مع الدكتور رشاد برسوم، الدكتور سمير في الترانسبلانتيشن شابتر، وهنا في الترانسبلانتيشن شابتر موجود اهوت، وفي زملاء كتير موجودين معانا ومع الدكتور هاني. الدكتور سمير لما رجع من 5 سنوات رصيده
35 محاضره على موقع الاس ان تي فيرتشوال اكاديمي. يمكن دكتور سمير ما يعرفش ان رقم المحاضرات 35 محاضره و15 فيديو. دي احد الفيديوهات، انا جايب بس صور من الفيديو عشان نعرف ان هو ما بيتكلمش في موضوعات اللي هي العاديه، لكن بياخد الووتر تريتمنت اللي هو نيجلكتد، الميديكيشن ايرورز والسيفتي بريسكريبشن والبيشنت اديوكيشن والفوكس هاو تو سيف ووتر وريجكتد ووتر. واعتقد هيبقى جزء اصيل هيناقشه النهارده، وده كان محاضرته في مؤتمر الجامعيه في فبراير اللي فات. زي ما قلت الووتر تريتمنت اصيل جدا، ويمكن الدكتور سمير وضح لنا لما جه اهميه الووتر تريتمنت بقوه. احنا كنا عارفين انه مهم، لكن زادت اهميته من كلام الدكتور سمير عن الووتر تريتمنت والكواليتي اشورنس والكلام ده. ده مع الدكاتره الافارقه، مع مهندس كبير المهندسين، وده الاستمتاع ده داخل الووتر تريتمنت يونت. اعتقد النهارده الووتر تريتمنت الدكتور سمير هيغطيها، قدامه الوقت مفتوح وان شاء الله هيعقبها دسكشن، لان احنا معانا مودريتور قوي جدا في الهيموداليس دكتور هشام السيد. طبعا هو رئيس الكوفيد كوميتي في افريقيا، وهو رئيس شعبه الهيموداليس في الجامعه المصريه، فبالتاكيد هيبقى له اضافات مع الدكتور سمير. وده الليسته بتاع البيزك برينسيبل، الاربع لقاءات اللي فاتوا، وهينضم لقاء النهارده يبقى الخامس، لان ووتر تريتمنت من البيزك برينسيبلز اوف هيموداليس. نقطه دكتور عمرو الحسيني قال لي عليها، ان احنا لابد نشير الى موضوع ان احنا ما لنا علاقه بشركات ولا اندستريال برزنتيشنز ولا كلام زي كده، وقال لي يا ريت تحطها في كل الميتنجز. ف يعني احنا نطيع الاوامر الغربيه، ف nothing to declare، ما لناش اندستريال ولا اهداف تجاريه من وراء هذه الميتنج كلها اللي بتحمل شعار الاي اس ان تي سي ام اي. انا سعيد جدا بهذه الصحبه، سعيد جدا بالسبيكر والمودريتور النهارده. شكرا للدكتور سمير على تلبيه الدعوه، والنهارده هنستمتع بحلقه اثريه جدا، وطبعا الدكتور هشام السيد هيبقى موجود وهيخش في المناقشه بشكل قوي. انا هصب الشير هنا، وحضرتك تفضل تعمل شير للسلايدز بتاعه الدكتور سمير. دكتور هشام عاوز تقول حاجه قبل ما الدكتور سمير يبدا؟ طبعا اعمل شير، على ما اعمل شير للسلايد. انا بحيي طبعا دكتور سمير، طبعا قيمه وقامه كبيره جدا في النفرولوجي، والنهارده محاضره اساسيه من محاضرات البيسي برنسبل اوف هيموداياليسيس. الووتر تريتمنت اللي انا بعترف انها ذا بيجست سيرنج ان ميديسن، فيري امبورتنت ايشو. طبعا هنطلب من الدكتور سمير، لسه في محاضرات كتير منتظرة قيمته وخبرته في الكواليتي مانجمنت سيستم في الكي ام اس، وفي الكلينيكال بيرفورمانس ميجرمنتس، والتي بي اس او توتال بيرفورمانس سكورينج ان هيموداياليسيس. وده هيبقى ان شاء الله موضوع حلقه قادمه ان شاء الله في موداياليسيس. اتمنى كل التوفيق للناس طبعا، انها تكون حاجات مفيده. وتكمله للثمان ساعات البيسك برنسبل، I think النهارده هيبقى البيسك برنسبل كامل، وان شاء الله يكون ليه فايده للناس كلها باذن الله. انا استاذن حضراتكم الفوت اللي طلع على السكرين ده، حضراتكم كل اللي معانا بس هاو ماني تايمز يو ديد يو فيزيت ووتر تريتمنت يونت، نون رير اوكيجنال فريكوينت، دو يو سي لاب فورم ريجاردنج ووتر تريتمنت يونت، نو اوكيجنال روتين. يا ريت كلنا نملى يعني على السريع كده، معلش ده استبيان في الاول مهم. انا كان نفسي يبقى العدد كومبليت 100 بحيث ناخد، لان السينيورز موجودين معانا دلوقتي، بس هناخد فكره برضه. معلش يا دكتور سمير ناخد دقيقه في اتفضل اتفضل يا دكتور حسين. انا شايف انه شيء مهم، ويا ريت كان يعني كنا نبقى كان العدد يبقى كبير جدا بحيث ناخد استبيان شكله افضل. يعني يا ريت كله كليك، يعمل كليك، لانه انا مثلا شخصيا الووتر تريتمنت بدات اهتم بيه لما بدات اعمل دورات الهيموداليس. يعني ده وده حاجه معيبه جدا، لانه المفروض ان الواحد يبقى الووتر تريتمنت كان كيل ذا بيشنت. واعتقد دكتور سمير هيوضح او على الاقل يبقى اسوسييتد بكوموربيديتيز ملازمه. فانا هنكتفي بالوقت الفوت على كده،
لكن انا سعيد بالنتيجه انه في نون ورير واوكيشنال وكذا، فيبقى اذا في احد جزء من الزملاء بيشاركوني انه القصه مهمه جدا، وان فيه برضو البراكتس مش بيرفكت في النقطه دي، فيبقى فيه فاليو ان شاء الله لمحاضره دكتور سمير. اتفضل دكتور سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور حسين. بداية احب اشكر الدكتور حسين اللي هو دايما مشرفنا، ودايما من الناس اللي انا بسميه دينامو التعليم الطبي المستمر. يا باشا الله يخليك. في خلال الفتره اللي فاتت اضاف الكثير حقيقه، وقدر يجمع كثير من القامات وكثير من المحاضرات. واشكر الاستاذ دكتور هشام السيد المودريتور النهارده، واشكر مجموعه القامات الحاضره كلها، دكتور فيصل والدكتور سعيد والدكتور ياسر والدكتور طارق والدكتور احمد عقل. ونشكر الجميع الحقيقه النهارده شرفونا بحضور المحاضره دي. انا دايما اتكلم بالنسبه للووتر تريتمنت، احنا هنتكلم على عايز بس ايه علشان نقدر نفهم الووتر، لان عارف ان هو موضوع احيانا بسخيف جدا، واحيانا كل النيفرولوجيست بيجوا عند الووتر تريتمنت يقول ده مش قضيتنا، ده قضيه التكنيشن او قضيه الهندسه الطبيه. الحقيقه ده يعني اتمنى بالمحاضره بتاعت النهارده ان ده يبقى جزء اصيل من عمل النيفرولوجيست، جزء اصيل من عمل الدياليسيس فيزيشن، لان ده في غايه الاهميه ومهم جدا. انا المحاضره النهارده ان شاء الله تتكون من 5 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو قيمه الووتر تريتمنت، احنا ليه محتاجين ووتر تريتمنت؟ ما احنا الناس بتشرب ميه والميه ممكن تموت. فمهم جدا الجزء ده، لان احنا طبعا بنتعامل مع مجموعه من المرضى مش زي الجنرال بوبوليشن، ده مجموعه من المرضى عندهم كيدني فيلير، عندهم رينال فيلير، وانيبل تو اكسكريت التوكسينز اند سو اون، وبتعرضوا لكم كبير جدا من الميه غير مجموعه الجنرال بوبوليشن. بالاضافه ان ممكن السيتي ووتر مثلا السيتي ووتر ممكن يضيف بعض الماتيريالز المهمه للميه الشرب، زي مثلا الفلورين، زي الكلورين والكلورامين، زي الالومنيوم، ممكن بعض المواد اللي بيحصل لها ليكج زي السلفيتس والنيتريتس والكلام ده، ممكن مواد اللي بتستخدم في الاستراليزيشن زي هيدروجين بيروكسيد في بعض المستشفيات. الحاجات دي لو هي زادت كميتها عن مستويات معينه ممكن تبقى فيري توكسيك للبيشن، ممكن تكون فيتال للبيشن. الجزء الثاني بقى بعد ما اوضح اهميه الاحتياج الى الووتر تريتمنت، الجزء الثاني في المحاضره هنتكلم على الكومبوننتس بتاعت الووتر تريتمنت، من الار او وما قبلها، من مالتي لاير فلتر لكربون فلتر لسوفتنر، لما بعدها دي ايونايزر والبكتيريال فلتر والالترا فايولت اند سو اون. بعد كده بعد الجزء الثالث بنتكلم على مونيتورنج للووتر تريتمنت، لان مش معقول نعمل شغلانه من غير ما نعمل مونيتورنج. المونيتورنج ده في حاجات بتتعمل ديلي زي التي دي اس، وفي حاجات بتتعمل مانثلي زي الكالشر، وفي حاجات بتتعمل ييرلي او كل 6 شهور زي الكيميكال اناليسيز للووتر. بعد كده الجزء الرابع من المحاضره، طيب هو اذا كان وصلنا لهذا المستوى من الووتر تريتمنت، هل نزال محتاجين الترا بيور ووتر؟ فعلا نوضح ان احنا فعلا لازلنا محتاجين الالترا بيور ووتر عشان نقلل الانفلاماتوري ريسبونس اللي هو بيمثل ديفنس ميكانيزم البودي، وممكن يكون مسؤول عن كثير من الكوموربيديتيز. الجزء الخامس والاخير، طيب بعد الووتر تريتمنت هل كلنا فكرنا في الامباكت بتاع الووتر تريتمنت ده على الانفايرمنت؟ واحنا كل مجموعات الدول بتاعتنا، دول سواء كان دول الشمال افريقيا او ميدل ايست، دول الخليج كلها تميل الى الفقر المائي. طب هل حد فكر في ازاي نتعامل مع الانفايرمنت، وازاي هاو تو سيف الهيوج اماونت اوف ووتر اللي بتروح مع الدياليسيز؟ فده بيبقى السيناريو للخمس اجزاء اللي انا هتكلم عليها ان شاء الله النهارده. اول حاجه بنقول طبعا دايما بنقول ان السرفايفر بتاع الهيموداليس بيشن بدا يزيد من فتره طويله. ليه؟ لان حصل في ادفانسمنت في التكنولوجي بتاع الماشينز، ادفانسمنت في التكنولوجي بتاع الهولو فايبرز، حصل في ادفانسمنت في التكنولوجي الووتر تريتمنت يونت، حصل في زياده ظهور بعض ادويه جديده على الساحه زي الاريثروبوتين كان بيمثل طفره في وقتها، الميديكيشن فور هايبر بلان سو اند سو، سرفايفر هيموداليس بيشن از ستيلي امبروفينج، بات ستيل ووتر تريتمنت فور بريبريشن اوف دياليزيت is the most neglected area of renal replacement therapy of dialysis. تسأل أي دكتور ما يدخلش ما
ما يطيش يدخل وحده الووتر تريتمنت، اذا فتظل هي الموست نيجلكتد اريا اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي، بنقول كواليتي اوف ووتر ده كونتريبيوتس فيري سيجنيفيكانتلي للاكيوت واللونج تيرم موربيديتي اند بروجنوز. عشان كده دايما اكد اقول ان الدياليسيس ستاف should have a fundamental understanding of water pre-treatment for hemodialysis. It's very important. لازم يكون في written policies and practices and procedures shall be in place for safe operation of dialysis water treatment. For all services, we in maintenance, will intervention, will changes, اللي حصلت لازم كلها تبقى reported في log book يكون موجود في dialysis unit. So you must put in your mind as a nephrologist, as a dialysis physician, and the worst way to hurt your patients is through the water system. That this is the worst way. So it is expected that you know what is going on. ما تهتمش بقى بالابل بلد بشر رايبر بارا رايبر كالسيميا رايبر كاليميا وتنسى الووتر تريتمنت يونت لان it is the worst way to hurt your patients. طيب احنا بنقول ليه ايه الفرق بيه يعني ايه الفرق بين ليه هو اسوء حاجه ممكن تتعامل معاها. انا بفرق بين الافريج بوبليشن والهيموداليس بيشنت. لو بصينا للصوره ديت الجزء ده اللي على الشمال ده اللي هو البيشنت النورمال بوبليشن بيستهلكوا من 10 الى 14 لتر ميه في الاسبوع، لكن الدياليسيس بيشنت بيتعرض لكونتاكت ب 360 لتر اسبوعيا، حاجه هيوج اماونت. عشان كده وجود اي سبستنس بيه بمستويات عاليه شويه ممكن تكون توكسيك تو ذا بيشنت. الاضافه ان الافريج بوبليشن عندهم نورمال كيدنز والنورمال كيدنز كان اكسكريتد توكسيك سبستنس، انما البيشنت هيموداليسيس في رينال فيلير انيبل تو اكسكريتد توكسيك سبستنس، فلازم احميه من التوكسيك سبستنس دي. برضه ان الافريج بوبليشن الكونتامينس اللي هي بتبقى سلكتيفلي ابزوربد في جي اي تي لما ياخدها اورال، وبالتالي الكونتامينس بتبقى اندايركتلي اكسبوز تو بلاد، انما في الهيموداليسيس بيشنت بيبقى الكونتامينس دايركتلي اكسبوز تو بلاد فيا دياليزر ممبرين، بيبقى دياليزيت على ناحيه وبلاد على ناحيه وبينهم السيمي فيرمال ممبرين، فبيبقى في دايركت كونتاكت او دايركت اكسبوجر للبلاد. ده بيزود حساسيه هؤلاء المرضى لاي كونتامينس موجوده في وحده الميه. طيب انا عندي كمان الووتر سبلاي اللي انا في تو سورسز الووتر، ممكن السيرفس ووتر يعني ماء الانهار وكده بتاع بتبقى مور كونتامينيتد بميكروبس واورجانيزمز واورجانيك ماتيريالز الويست والفرتلايزرز والسويج اند سو اون، انما الجراوند ووتر تختلف اللي هي المياه الجوفيه تختلف ان ما بقاش فيها اورجانيك ماتيريالز عاليه لكن ما فيها هاير ان اورجانيك ايونز such as الايرون والكالسيوم والمغنيسيوم والسلفيت. فده غايه الاهميه نوع الميه اللي جايه في الفيدنج ووتر، لان ده برضو بتترك اثرها في الفولو اب بتاعنا والتي دي اس ونشوف القصه ديت قدام. يبقى في نوعين من الووتر سبلاي. طيب ممكن اللوكال اوثورتيز بتاعت الميه بتضيف بعض المواد للدرينكينج ووتر للبابليك هيلث وديت بروفنج انها توكسيك لهيموداليس بيشنت ولكن بتبقى مفيده للنورمال بوبليشن. حاجه من الحاجات اللي هو الالومنيوم، فيريس سولتس اوف الالومنيوم ادد to drinking water to facilitate the chemical precipitation and the flocculation of colloidal particles and the microbes. الالومنيوم من الحاجات اللي لو زادت ممكن يعمل الومنيوم انتوكسيشن، يعمل الومنيوم انسفالوبس، سيفير نورولوجيك سندروم، سبيتش ابنورماليتيز، مايوكلونال ماسل سبازم، بيرسوناليتي تشينجز، سيجرز، ديمنشيا، اند كرونيك اكسبوجر تو الومنيوم از اسوشيتد وذ سيفير بون ديزيز اند ايبو ريزيستنت انيميا. ومن الموجودين اعتقد الدكتور فيصل أنا مرحلة سنية متقاربة إن إحنا كلنا أوير بالألمونيوم انسفالوبس اللي كان بيحصل قبل الووتر تريتمنت، يعني العيان يدخل في خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين ديفلوبد الألمونيوم انسفالوبسي ويبقى في فيري سيجنفيكانت موربيديتي ومورتاليتي فور ذوز بيشنتس. إنما الحمد لله دلوقتي الألمونيوم إحنا عندنا الوسائل في الووتر تريتمنت اللي ممكن كان ريموف الألمونيوم. طب الكلورين والكلورامين برضه بيضاف من اللوكال اثورتيز لان دول بيمثلوا ديسانفكتنس، كلورين وكلورامين دول بكتيريو ستاتيك فبيقضي على بعض البكتيريا. ويمكن برضو الناس اللي قدام عارفه ان كلمه اجزه في الميه كان اللي هو الميه اللي فيها كلور عالي، يقول ده الميه طعمها متغير، ده الشاي طعمه متغير لان الكلور فيها عالي، انما دلوقتي بنستبدلنا الكلورين بالكلورامين، فالكلورامين ده بيبقى مور اكتف فور لونجر تايم، ملوش تيست ولا سميل ورياكت اقل مع الاورجانيك ماتر اند مي بريزنت ان ذا ووتر، يعني كان رياكت باقل حده مع الاورجانيك ماتر.
الكلورين والكلورامين في الهيموداليز بيشن لو زادوا ممكن يعمل هيموليتيك رياكشنز، ممكن يعمل هيموليتيك انيميا، ميت هيموجلوبينيميا اند بوسيبل ايريثروبويتين ريزيستنس. طيب الفلورايد ممكن يضاف برضه من اللوكال اوثوريتي لميه الشرب علشان يحمي الجنرال بوبليشن من الدنتايلز، لكن الفلورايد ده ممكن يعني هو تاثيره في مياه الشرب قليله، لكن في بعض الناس ممكن يعمل سكليتال فلوروزيس وممكن ياثر على الكيدني في بعض التشيلدرن. انما دورينج داليسز الفلورايد ده بيبقى ريموفد من البلازما، لكن الريموفال بتاعه بيبقى اقل لو قورن باليوريا والكرياتينين. لكن وساعات السيرم فلورايد ده الفلورايد ده بيبقى الدي ايونايزر بيبقى له ليميتد كاباسيتي فيه ان هو يعمل ابزوربشن للفلورايد، لكن لو الدي ايونايزر ده اكزوستد بيعمل ريليز للفلورايد، والريليز الفلورايد ممكن يكون فيتال. ليه؟ لان هو بيتحد مع الكالسيوم والمغنيسيوم بيقلل مستوياتهم في الدم، ده هو كمان بيعمل هايبركاليميا وممكن يؤدي الى كاردياك اريست اوف ذا بيشنت. برضو حاجه من الحاجات الاخرى التريس اليمنتس، التريس اليمنتس ديت اللي هي موجوده في الميه ولا ادفيرس هيلث ريسك في الهيموداليز بيشنت زي الكبر والزنك والليد، وكل المواد ديت موجوده في الجراوند ووتر وبتبقى ليتشد من البايب ديستريبيوشن سيستم. الكبر والزنك من الحاجات اللي هي ممكن تبقى اسوشيتد بهيموليسيس في الهيموداليسيس بيشنتس، وفي سام كيسز الكبر توكسيسيتي هاد بين تو بي فيتال. الليد برضه من الحاجات اللي هي ممكن ليتشد من الميتال بلامبنج كومبوننتس، والليد ممكن يعمل ليد توكسيستي، وفي بعض الريبورتس اباوت ليد توكسيستي في الهيموداليسيس بيشنتس. السلفيتس ده موجود في المين ووتر سبلايز لان ده بيبقى ليتشد من السويل. السلفيت الليفل في السلفيت اكتر من 200 ممكن يسبب نوزيا فوميتنج وميتابوليك اسيدوزيس، وعشان يكون سيف في الهيموداليسيس بيشنت لازم يكون مستوى السلفيت اقل من 100 مللي جرام بير لتر. النيتريتس برضه اللي هو موجود في الاسمده ده ممكن يكون برضه موجود في الفرتلايزر، وهو بيبقى موجود في الفيدنج ووتر نيتريتس. واكوردنج تو انفايرمنتال بروتكشن ايجنسي في اليو اس اي ان حطت الماكسيمم كونتامينت ليفل كل نيتريت ما زادش عن 10 مللي جرام بير لتر في الجنرال بوبليشن، لكن في الهيموداليسيس بيشنت ماست نوت اكسيد 2 مللي جرام بير لتر، لان النيتريتس ممكن نعمل نيتريت انديوز ميتهيموجلوبينيميا. وبالتالي واحنا نحط في دماغنا لو في نيتريتس عالي، النيتريتس العالي ده ما بيشالش بالريفرس اوزموزيس، ده محتاج ريزن معين اسمه نيتريت سيلكتيف ايون اكسشينج ريزن بيشيل النيتريت. ودي الفايده ان احنا بنقول دايما بنشجع الاتصال الدائم بين وحدات غسيل الكلى وبين وحدات الميه في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. يقولوا لنا الميه ديت مثلا ده هارد ووتر، ده ميه مضاف اليها فلورايد بالنسبه فلانيه، كلورين وكلورامين، فلان نزود كذا، ده في نيتريتس لان في كونتامينيشن، ده في عوادم المصانع كذا. انت في غايه الاهميه الاتصال بالمراكز المحليه للميه عشان نبدا نعرف، لان الفيدنج ووتر ده بياثر عليا في الووتر بتاع الدارس. طيب الاورجانيك كونتامينانس، طبعا الاي بي اي الامريكيه الانفيرمنتال بروتكشن ايجنسي ديت محدده 50 اورجانيك سبستنس، مش كل المواد معروف اللونج تيرم او شورت لونج تيرم افكتس بتاعهم على الدياليسيس بيشنتس، لكن على الاقل بناخد جنرال كونسيرن كده ان احنا لو مش واثقين في السيفتي مارجن بتاع اورجانيك كومباوندز بعينه بنقول والله لو نجحنا ان احنا نقلله 10 فولز عن الرقم اللي موجود في الفيدنج ووتر يبقى احنا كده مور اور ليس سيف. وانت برضه الاورجانيك كومباوندز من الحاجات اللي هي potentially removed by the use of activated carbon beads. طيب ممكن يضاف احنا ممكن قلنا يضاف disinfectants وantimicrobial agents في الاماكن المستشفيات المغلقه اللي فيها التكييف المركزي بيبقى ممكن للجروس اوف ليجونيلا، علشان كده ما بيستخدم فيه التعقيم بيستخدم سيلفر ستابلايزد هيدروجين بيروكسايد. ودي المشكله بقى، لان الووتر اللي جاي للمستشفى جاي من اللي جاي ده الفيدنج ووتر، لكن الميه ديت اللي هي بتتعقم بسيلفر ستابلايز هيدروجين بيروكسايد ممكن توصل الدياليسيز بهذا المنظور. فلو وصلت ديت علشان تتشال لازم تتشال بكربون فلترز مش بالار او. علشان كده في ريبورت اوف ميت هيموجلوبينيميا من الاكسبوجر تو هيدروجين بيروكسايد بير سي، لان لو دي الحالات اللي هي الكربون فلتر بقى ممكن يكون اكزوستد او مش موجود او مش كافي او ما حدش باصص عليه،
ممكن يزيد الليفل بتاع الهيدروجين بيروكسيد ويعمل ميتهيموجلوبينيميا للبيشنتس. طيب برضو كمان ان الووتر بيكام مور فولنربل بكتيريا بروليفريشن. ليه؟ لان احنا في الووتر تريتمنت شلنا من الاول خالص عند مستوى الكربون فلتر شلنا الكلورين والكلورامين، وبالتالي شلنا البكتيريوستاتيك ايجنت، شلنا الديسانفكتنت ايجنت، يبقى كل الميه اللي ما بعد هذا المستوى تبقى لايبل للاوفر جروث والبكتيريا، لان ما فيش فيها الديسانفكتنت اللي يقضي عليها. عشان كده بنقول ان في غايه الاهميه ان احنا نتعامل مع هذا الكلام، لان ممكن يسبب فيه بيولوجينيك رياكشن زي الشيلز والهاي بوتنشال والكلام ده، ودالس الممبرين لوحده غير كافي في انه يشيل البكتيريا او يشيل التوكسين. طيب كلنا عارفين ان الميه في وجود الميه في وجود اي مكان بتعمل بلو جرين الجي اللي هي الطحالب الخضراء ديت اللي هي موجوده على اسطح الميه في اماكن كتيره جدا. دي فيها سيانوبكتيريا، والسيانوبكتيريا بتطلع سيانوتوكسينز، وده فيري توكسيك تو ذا ليفر اند نيرفس سيستم. وفي البرازيل مسجلين تو اتاكس في 1996 و2001 ان اتاكس اوف هيباتيك فيلير من السيانوتوكسينز. فات از فيري امبورتنت احنا ناخد بالنا من السيانوتوكسين، لانه البوتنشال هارمون في السيانو بكتيريال توكسين ده كان اونلي بي ريمود باي اكتيفيتد شارك. يبقى ممكن طبعا ان احنا بنقول لان اتفقنا ان الووتر دايلازيت البكتيريال كونتامينيشن شود بي كونسيدرد لو في كلاستر من سيميلر ايفنتس، يعني مش عيان لوحده، لا لو عندي مجموعه من العينين بيشاركوا بعض في نفس السيمتومز مثلا فيفر ورايجرز والكلام ده وهاي بوتنشن، ابدا افكر ان ممكن يكون السبب مركزي على مستوى الووتر. طيب تبقى هنا يبقى هنا احنا اتفقنا ان احنا لازم يكون في بريودك كوميونيكيشن with the city water body and hospital maintenance to prevent additional complication. وكلاستر اوف ادفيرس سيمتومز وجودها في اكثر من فرد should prompt thorough investigation. مهم جدا ان انا ابص على وحده الميه لو كان في اكثر من بيشنت بيشتركوا في نفس الاعراض. وانا في نموذج بس صغير كده اللي هو في الاستراليان درينكينج ووتر جايد لاينز عشان نعرف قد ايه التعاون اللي بيحصل بين السيتي ووتر بين السيتي ووتر اورجنايزيشن وبين الدالسونت. في استراليا مثلا السيتي ووتر اورجنايزيشن بتطلع ريبورت بهذا الشكل، تكلم مثلا على الالومنيوم الجايد لاينز بتاعه والهيلث كونسيدريشن، تكلم مثلا على الارزينيك الجايد لاينز على كل العناصر الموجوده في ميه الشرب، عشان تقول للوحدات الدالسز خدوا بالكم ان انا مزوده المره دي كذا، خدوا بالكم ان في اضافه جديده للمواد معينه، خدوا بالكم ان في نوع كونتامينيشن موجود في التوقيت ده نتيجه ظروف معينه. فده مهم جدا ان احنا يكون عندنا نشره دوريه من السيتي ووتر اورجنايزيشن، نبدا ننشر الثقافه ديت ان الميه ديت مش كل واحد مشغول بمشاكله، لا ده انا الميه اللي عندك اللي بتجيلي في الفيد ووتر في الفيدنج ووتر ممكن تاثر على صحه العين عندي، يبقى لازم ابقى عارف كل كبيره وصغيره في الفيدنج ووتر من مكوناتها والكونتامينيشن اللي فيها علشان اقدر اتعامل معاها من خلال الووتر تريتمنت يونت. طبعا دي توكسيك افكتس لكل الووتر كونتامينانس، الالومنيوم، الكالسيوم، مغنيسيوم، كلورامين، الكبر، فلورايد، صوديوم اند سو اون. هندخل في الجزء الثاني. طيب ما اذا عرفنا من الجزء الاولاني ده ان قد ايه مهم جدا ان انا تريت الووتر ده، ان معالجه الميه عشان توصل للعيان بشكل كويس ان انا اخلصه من كل الكلام. طب ازاي ايه هي الكومبوننتس بتاع الووتر تريتمنت يونت الايدل كومبوننتس عشان اقدر اخلص العيان من هذا الكلام. انا عندي دلوقتي بالنسبه للووتر تريتمنت انا بصيت للوحده دي الجزء الاساسي فيها هو الار او. الار او دي فيما قبله في عندي مالتي ميديا فلتر، في تو كربون فلترز ان سكسيشن، وفي السوفتنر. ما بعده في دي ايونايزر بيبقى في البكتيريا الفلتر والالترا فايلوت، وفي بعض بقى الايه الفالفز وكده. طب لو خدناهم واحده واحده انا عندي في نوعين من الفالفز، في واحد اسمه باك فلو بريفنتر ده بيمنع الفلو باك في الووتر، ده مهم يعني الفلو ووتر الفوتر بيمشي اتجاه واحد. الثاني تمبريتشر بليندنج فالف اللي هو بيحافظ على التمبريتشر اراوند 25، لان لو التمبريتشر بتاعتي لو عاليه جدا او قليله جدا بتاثر على الاومبرين مش هتشغل المكن، مش المكن مش هشتغل، لان فالتمبريتشر بليندنج فالف بيكيب الووتر تمبريتشر ات ستاندرد فيجر اللي هو 25 ديجري سنتيجريد.
البوستر بامب ده اللي هو بيساعد اللي هو بيبقى مينتينز ادكويت فلو اند بريشر اوف ووتر سو ذات السيستم اوبريتس سكسسفلي. طيب بعد كده نيجي للاسيد فيد بامب. هو الاسيد فيد بامب ده الاسيد احنا ما عندناش اسيد فيد بامب، لكن الاسيد فيد موجود في بعض المناطق لان احنا عندنا الايدل بي اتش للميه من 5 لـ 8.5. لو زادت عن 8.5 بقت في في الالكالين سايد، لو زادت عن كده تاثر لي في الادزوربتيف باور بتاع الكربون فلتر وتاثر لي على الار او ممبرين وبالتالي تاثر على الكواليتي بتاع الدالس. علشان كده لو زاد وايه السبب في كده؟ ان بعض الدول بتضيف كالسيوم كربونات او لايم سوفتنينج ايجنتس بيمنع الليتشنج للليد والكبر من البايبنج سيستم. اضيف الكالسيوم كربونات يبقى بيضيف مور الكالاين ماتيريالز وبالتالي يزود البي اتش عن 8.5. هنا ممكن ادخل بالاسيد فيد بامب. احنا الحمد لله عندنا البي اتش بتاعنا بيقع في المنطقه الدافئه دي اللي هي من 5 لـ 8.5، مش محتاج الاسيد فيد بامب. طيب بعد كده بنيجي المالتي ميديا. اول فلتر بيقابلنا اللي هو المالتي ميديا فلتر. المالتي ميديا فلتر ده اللي بيكون من ايه؟ من مالتيبل لايرز اهو، مالتيبل لايرز موجوده اهي اوف فيريس سايز روكس اند ترابل لارج بارتكلز اللي هي اكتر من 10 مايكرون زي الديرت اند ريموفد بالمالتي ميديا ديبس فلتر. وبالتالي ان الديرت ديت اللي هي اكتر من 10 مايكرون ديت ممكن تعمل فلوكولنس وممكن كان كلوب ذا كربون اند سوفتنر تانكس اند ديستروي الار او ممبرين. عشان كده اول فلتر هو المالتي ميديا ديبس فلتر مهم جدا. بعد كده الكربون تانك. الكربون تانك ده بيشيل الكلورين والكلورامين وده في غايه الاهميه. اتفقنا ان الكلورين والكلورامين بيضاف للميه كديس انفكتنت كبكتيريوستاتيك ايجنتس. فانا لكن هنا له مضار لو دخل على الدالس بيشن يبقى ماست بي ريموفد ازاي؟ بكربون تانك. وده بيسمى اوكسيداتيف كيميكالز زي ادد تو مينيسبال ووتر تو كيل بكتيريا. ولازم الكربون تانكس يكون تو سكسيسيف كربون تانكس. ليه؟ احنا عندنا في 10 مينتس اكسبوجر الميه بتعدي من اول من الانلت بتاع الكربون تانك وتخرج من الاوتلت بتاعه. في خلال المده ديت بتنزل لي على طول الكلورين ل 0.5 ملي جرام بير لتر والكلورامين الى 0.1 ملي جرام بير لتر. يبقى كده نجحت في ان هي تنزل لي الكلورين والكلورامين. وممكن طبعا الكربون فلتر من بالادزوربشن ممكن يشيل مجموعه من السينثيتك اورجانيك كومباوندز زي الهربيسايد والبيستسايدز والاندستريال سولفنتس ممكن يحصل لها ادزوربشن بالكربون فلتر. طيب احنا انما الكلورين والكلورامين بيتشالوا باوكسيديشن ريدكشن رياكشن بالاكتيف سايدز الموجوده على الكربون سيلز. اوفر تايم بقى بالوقت وكده وبتاع من استهلاك الكل اللي كده وابزوربشن ليه لوت اوف اورجانيك ماتيريالز وكده ممكن يحصل وات از نون از بريك ثرو ان تدخل الميه بالكلورين والكلورامين من اللي تخرج من الاوتلت زي ما هي ما لقتش اي اكتيف سايد تشبك عليه. يبقى هنا الكربون فلتر ده اكزوستد بنسمي ديت بريك ثرو. عشان كده دايما بقيس الكلورين والكلورامين بعد الفيرست كربون فلتر. اول ما تدخل في مرحله البريك ثرو لازم اشيله واحط الثاني مكانه واحط نيو كربون فلتر. عشان ده السبب ان انا بحط تو سكسسيف كربون فلتر. لو حصل بريك ثرو في الاولاني على طول بيدخل على الثاني وبعدين اغير الاولاني لاني خلاص بيبقى اكزوست. طيب هل انا لما باجي اقيس في الوحده ما بقيس الكلورامين؟ الكلورامين ما بتقاس اللي بتقاس الكلورين لان التوتال كلورين بيساوي الفري كلورين زائد الكومباند كلورين والكلورامين. فانا بقيس التوتال كلورين والفري كلورين بطحهم بعض الطيني الكلورامين كونسنتريشن. طيب ثالث حاجه يبقى احنا قلنا المالتي لاير فلتر قلنا تو كربون فلترز. بعد كده الووتر سوفتنر من اسمه ان هو كان ريموف الكالسيوم والمغنيسيوم قبل ان الكالسيوم والمغنيسيوم وصل الار او ممبرين ممكن يبقى ديبوزيتد على الار او ممبرين ويبوظه. السوفتنر بيشتغل على ايون اكسشينج ريزن ان هو بياخد الكالسيوم والمغنيسيوم وكل مولكول منهم بيطلع تو مولكولز من الصوديوم. وهنا لازم يحصل له ريجنريشن افري ناو اند ذن بوات از نون از براين سوليوشن. ده صوديوم كلورايد موجود في جنب اهوت بيبقى اول ما يحصل فيه اكزوشن للووتر سوفتنر ده ممكن يتعمل باك ووش الاول وبعد الباك ووش بعمل ريجنريشن بالصوديوم كلورايد املاه صوديوم كلورايد ثاني عشان يقدر يشيل الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب طبعا انا لو قست الكالسيوم كلورايد اعرف الديجري اوف هاردنس اوف ووتر. هنقولها دلوقتي ليه؟ من 0 ل 60 ده سوفت ووتر، اكتر من 60 ده هارد ووتر سواء مودريت لهارد
او هارد او فيري هارد ووتر. يبقى انا دلوقتي قلت اهوت ما قبل الار او اتكلمنا عن كل الفالفز والبامب، اتكلمنا عن الاسيد فيد بامب، اتكلمنا عن المالتي ميديا لايرز، اتكلمنا عن التو كاربون فلترز، اتكلمنا عن السوفت ترانس. ندخل بقى في الار او اللي هو الموست امبورتنت بارت في الووتر تريتمنت يونت. احنا بنقول ان الار او ده الار او يعني ريفرس اوزموزيس. يعني ايه قصه ريفرس اوزموزيس؟ يعني هو بيتغلب على الناتشرال اوزموزيس. الناتشرال اوزموزيس لو في كونسنتريشن عالي وكونسنتريشن قليل لاي ماده بتدخل الماده بتنتقل من الهاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن. انما الريفرس اوزموزيس بيعمل عكس، ان هو بيعدي الماء الووتر اندر بريشر ثرو سيمي بيرمال ميمبرين، وبالتالي بيدخل هنا الميه وبيخرج هنا الميه مع كل الايونز والانايونز اللي موجوده هنا تخرج على ريجكتد ووتر. يبقى هو ريفرس اوزموزيس اللي بيشتغل بطريقه الاسموزيس. سمير دكتور سمير الصوت قطع من عندك. دكتور سمير مش هنا ممكن يكون سنجل باس، يعني الماء تعدي ريجكتد ووتر تعدي على بره لما يحصل ريسايكلينج. دكتور حسين الصوت بيقطع من عندك مش عارف ليه. طب انا سمعني كده؟ انا سامعك كويس. اتفضل يا باشا كمل. اتفضل حضرتك ماشي؟ ماشي زي الفل. اتفضل. عظيم جدا. يبقى في سنجل باس اللي هو الويست او ريجكتد ووتر ديت على طول دايركت للدرين، وفي الكونفيجرد باس اللي هو ممكن يحصل له ريسايكلينج اجين ويوصل للار او. طبعا قصه ان ريسايكلينج يوصل الار او ويتعامل مع الار او مره ثانيه كل مره بيزود الكوندكتيفيتي، وزياده الكوندكتيفيتي ممكن تاثر على الار او ميمبرين. عشان كده لازم يكون في كوندكتيفيتي ميتر واقدر اقيسها بشكل كويس. طب الريفرس اوزموز انا ليه بقول هو الموست امبورتنت بارت في الووتر تريتمنت يونت؟ لان لو بصينا عليه كده ده از ريجكتنج ايه؟ من 90 ل 99% اوف ايونيك كومباوندز. More than 90-95 of non-ionic contaminants. And also it is effective barrier against microbiological contamination, including bacteria, viruses, and endotoxins. يعني تقريبا بتخلص 95-99% من الايونيك والنون-ايونيك والبكتيريا. It is the most important part of the water treatment unit. عشان كده كل الفلترز الموجودة قبليه بتتحرك عشان تحافظ عليه في الآخر. طيب في بعد كده ممكن يجي بعديه الايون اكسشينج اللي هو دي ايونايزر. الدي ايونايزر ده تو ستيج من ده تو ستيج او تو تايبس من سينثيتك ريزن، بيشيل الكات ايونز اللي هي البوزيتيف تشارجد ايونز، وبيشيل الان ايونز اللي هي نيجاتيف تشارجد ايونز. والدي ايونايزر ده بيدي فيري هاي بيوريتي من الووتر، لكن مشكلته ملوش دعوه دونت ريموف المايكروبيولوجيكال كونتامينتس، وبالتالي ممكن يحصل بكتيريال اوفر جروث فيه، بالذات ان الميه اللي واصله له ميه فيش فيها لا كلورين ولا كلورامين. انما هو دي ايونايزر بيشتغل على الايونيك كومبوننتس اونلي، سواء كان كات ايونز او ان ايونز. وده الدي ايونايزر بنستفيد بيه فين؟ ان احنا مش موجود في كل الوحدات برضه دي ايونايزر، موجود في ظهر دايما الار او، لان مهم جدا لما بيكون في فيري هارد ووتر. احنا دايما بنقول مثلا حتى بنتكلم على التوتال ديسولفد سوليوس اللي هنتكلم عليها دلوقتي، لما بيكون فيري هارد ووتر وجايه لك الفيري هارد ووتر ده مثلا لو تي دي اس 1000 انا متوقع ايه من اللي متوقع ايه من الار او ميمبرين؟ ده يوم ما يكون شغال ب 98% هيديني تي دي اس 20. اللي انا ما اقبلهاش هنا في مصر ما اقبلش تي دي اس 20، لان تي دي اس في الفيدنج ووتر اقل من كده بكتير. فاذا تي دي اس لما يكون الميه اللي جايه للفيدنج ووتر فيري هارد ووتر، تكون ميه مثلا ميه ابار او ميه جوفيه او كده، الفيري هارد ووتر الدي ايونايزر لو اشتغل في ظهر الار او على طول بتخلص من عدد كبير جدا من الايونز اللي هي الكات ايونز والان ايونز، وبيدي فكره وبيدي ميه تبقى مور سوفت عن الميه اللي جايه من البلديه. طيب بعد كده بعد الدي ايونايزر في الالترا فايولت. الالترا فايولت ده الالترا فايولت بيعمل ايه؟ بيعمل ري ارينجمنت للدي ان ايه والار ان ايه، وبالتالي بيعمل بلوك للريبليكيشن بتاع البكتيريا والفيروس. يبقى الالترا فايروس بيقتل البكتيريا، وما يجي يقتل جرام نيجاتيف بكتيريا في السيل وول بتاعها فيها توكسن، ده مصدر توكسنز مصدر اندوتوكسن. اما يقتل اللي هي الجرام نيجاتيف بكتيريا يبقى السيل وول بتاعها اما بيحصل له دامج بيطلع الاندوتوكسن اللي جواها. عشان كده برضو بعد الالترا فايروس فلتر بيبقى فيه البكتيريا فلتر.
طيب نيجي بقى للديستريبيوشن سيستم. والديستريبيوشن سيستم في غايه الاهميه، لان ممكن في دايركت وفي اندايركت. الدايركت فيدنج يعني بعد ما يخلص الار او والبكتيريا الفلتر والالترا فايلوت على طول بيبقى دايركت بايب سيستم لكل الماشينز، بيلف كل ماشين ما فيش ستورج تانك. انما الاندايركت فيدنج يبقى في ستورج تانك، والستورج تانك ده بعديه تبدي يتعمل الميه تضخ فيه البايب سيستم. لكن وجود الستورج تانك مشكلته ان ممكن محتاج ديس انفكشن بشكل معين، لان برضه الميه اللي لازلنا دايما نركز ان الميه خاليه من الكلورين والكلورامين، وبالتالي يبقى في ممكن يحصل اوفر جروث البكتيريا، وبالتالي محتاجه ديس انفكشن على مستوى عالي جدا. يبقى الديستريبيوشن سيستم بيفضل يكون دايركت فيدباك على طول بعد ما نخلص الار او والبكتيريال والالترا فايلوت والدايونايزر، على طول بيضخ فيه البايب سيستم للماشين. في بيبقى جزء كده بسيط في المايكروبيولوجيكال اسبيكتس الفلويد سيستم ديزاين. في فلويد سيستم ديزاين الريسيركيليشن تايب قلنا احسن مليون مره من ان انا استخدم الستورج تانك، افويد الستورج تانك، افويد الديد اندز والديد سبيس، لان الاماكن ده لما يكون في ديد اندز كده والميه ما طلعش، لو ميه اتجمعت فيها شويه ممكن تبقى سورس البكتيريا وتعمل بايو فيلم، ولو عملت بايو فيلم البكتيريا تبقى في غايه الخطوره. برضه استخدام ماتيريال تكون كومباتبل ويز ذا بلاند ميثود اوف ديس انفكشن. يبقى انا خلصت، يبقى انا عرفت قيمه ان انا اتعامل مع وحده مع الميه ازاي بكل الحاجات اللي احنا قلنا اتخلص منها. وبعد كده ازاي الكومبوننتس بتاع الووتر تريتمنت يونت اللي هي اتعملت خصيصا للتخلص من المواد اللي فاتت ديت. طب ثالث حاجه هاو تو مونيتور بقى الووتر تريتمنت يونت. المونيتور ثلاث حاجات، تي دي اس وكوندكتيفيتي ذا ديلي، مايكروبيولوجيكال كلتشر اند توكسين اسي ذا مونثلي، والكيميكال اسي افري 6 مانثس. طب اجي اتكلم على التي دي اس. التي دي اس لو التي دي اس 50 بارت بير مليون ده اكسبتبل سام ارياز، لكن نوت اكسبتبل في اذر ارياز. يعني ممكن بعض المناطق ال 50 اكسبتد فيها، ال 10 ال 10 مش اكسبتد فيها. فاحنا بنقول ايه؟ احنا دلوقتي معنى العباره دي عشان اقربها، انا دلوقتي اعلى كفاءه للار او من بريمتي 98%. يعني كل 100 في تي دي اس يخرج منهم اثنين بس في تي دي اس. يعني انا لو عندي تي دي اس 100 لو كفاءه الممبرين 98% يخرج اثنين. طب لو انا عندي التي دي اس اللي جاي في الفيدنج ووتر 1000 هيبقى كفاءه الممبرين هتطلع التي دي اس طلعه 20. طب لو 1500 هيبقى طلع 30. اذا كل ما زادت الديجري اوف هاردنس بتاع الووتر كل ما زاد معدل التي دي اس. وانا بحكم على كفاءه الممبرين ان هو طول ما هو اعلى من 95 او 96% انا بتعامل مع ار او ممبرين اكسلنت. فانا دلوقتي ما يكون ار او ممبرين كفاءته 98% ما قدرش ينزل لي ال 1000 تي دي اس اللي هي جايه ميه جوفيه وفيري هارد ووتر، ما قدرش ينزل لي ال 1000 ديت الا وصلها ل 20. طب انا بفرض انا عندي بستخدم مثلا ميه السطحيه زي ميه النيل وكده، وعندي التي دي اس فيها مثلا 10، لا غير مقبول، يبقى انا عايز تي دي اس اقل من 1. يبقى انا دلوقتي حسب التي دي اس في الفيدنج ووتر دي هارد ووتر ولا سوفت ووتر، ات از فيري امبورتنت ان انا اعرف التي دي اس بتاع الفيدنج ووتر عشان اقدر احكم على كفاءه الار او ممبرين واقدر احكم على التي دي اس. وفي بعض اماكن في الولايات المتحده الامريكيه او اماكن اخرى من العالم لما بيكون المايه فيري هارد ووتر والتي دي اس في الفيدنج ووتر عالي ممكن يستخدموا دبل ار او ممبرين، واحد يبقى باك اب للاولاني، لان لو باظ الار او ممبرين بيبقى متعرض ان هو يبوظ بسرعه. لو باظ الار او ممبرين وحصل بامب فيلر بيستخدم الار او الثاني. وبرضه زي ما قلنا قبل كده ان الدي ايونايزر ممكن في ظهر الار او ممبرين بيساعد على التخلص من الان ايونز والكاتاينز. فايت از فيري امبورتنت ان انا اقيس التي دي اس ويبقى عندي معلومه عن التي دي اس وفيدنج ووتر. البكتيرولوجيكال مونيتورنج والانتوكسين مونيتورنج، ان انا بقول دلوقتي اكوردنج تو امي ستاندرد اللي هو الاسوشيشن اوف ادفانس ميديكال انسترومنتيشن الامريكيه ديت، لازم كلنا يكون عندنا الامي ستاندردز، لان ده بنعتمد عليه كقاموس في قياسات البكتيريا كلتشر وفي قياسات الميديكال كومبوننت الميتال كومبوننتس الموجوده في الميه. فايت از فيري امبورتنت ان انا يكون عندي الامي ستاندردز. اكوردنج تو امي ستاندردز البكتيرولوجيكال انتوكس مونيتورنج بيكون البكتيريا مش اكتر من 100 كولوني فورمنج يونت بير ام ال، وابدا اكشن بلان ام اوصل 50. يعني دايما بقول ايه ابدا اكشن بلان ازاي ان انا
اراجع الديسانفكشن بروجرام تاني، مش هستنى ما توصل 100، عند لو وصلت 50 لازم اراجع الديسانفكشن بروجرام. برضه الاندوتوكسين الليفل اللي انا الليفل اللي هو الماكسيمم الاولبل ليفل هو 0.25 يونتس بير ام ال. وامتى ابدا الاكشن بلان وصل نصها اللي هو 125 من 1000؟ يبقى انا دلوقتي الليفل الماكسيمم ليفل للبكتيريال كاونت 100 والاكشن بلان ابداه عند 50. الماكسيمم ليفل اوف اندوتوكسين هو ال 0.25 والاكشن بلان عند 0.125. طيب ودي بعد كده الماكسيمم الاول كونسنتريشن للديفرنت كونتامينانس اكوردنج تو ام ستاندردز كالسيوم مغنيسيوم بوتاسيوم انتيموني ارسينيك اند سو اون. وامتى ابدا البروجرام اوف امبروفمنت؟ لو انا براجع الكيميكال كونستوينتس ديت مع الام ستاندردز والاقي ان في ان كونسنتريشن اوف سيرتن كيميكال كونتامينانس اكسيد ذا ماكسيمم الاوبل ليميتس اوف ام ستاندرد، لازم اراجع نفسي واشوف ايه وابدا اعمل ايه بروجرام اوف امبروفمنت علشان اقدر ارجع ده الماكسيمم الاوبل ليفل بتاعه ما يبقى يمثليش توكسيك سبستنس بالنسبه للبيشنت اون هيموداليس. فايت از فيري امبورتنت. طيب الديسانفكشن بروجرام هنا في غايه الاهميه. الديسانفكشن احنا دايما بنقول اللي هو البايب سيستم ده في نهايه اليوم على طول بنعمل هيت ديسانفكشن. بص حراره 60 درجه مئويه بتلف في كل البامب في كل البامبنج سيستم بيعمل لي نوع من الديسانفكشن. ممكن اعمل كيميكال ديسانفكشن ده اعمل كيميكال ديسانفكشن حسب المواد اللي هي تبقى كومباتبل مع البايبنج سيستم مع النوع الانابيب المستخدمه اصلا. طيب الكيميكال ديسانفكشن هنا الهيت ديسانفكشن ما بيشيلش الباور فيلم، عشان كده انا ما بعملش هيت ديسانفكشن لما عندي فلارش البكتيريا، لا ده انا بعملها لمنع الفلارش والبكتيريا وبالتالي تمنع تكوين البايو فيلم. لان لو كون البايو فيلم البكتيريا بتبقى في منتهى الرزاله، ممكن اعمل ديس كيميكال ديسانفكشن مره واثنين وثلاثه والبايو فيلم ممكن ما يتحركش. وهنا لازم اعمل ثاني داخل على السيستم من جديد وابدا اعيد تصليحه كله على بعضه لو تكون بايو فيلم ومش قادر اشيله لا بالهيت ديسانفكشن ولا بالكيميكال ديسانفكشن. والتستنج طبعا بالسامبلز الووتر كالشر ديت بتتاخد بويل تريند واكريديت بيرسونز. عندنا هنا في مصر بتتاخد بفريق من وزاره الصحه بيجي بياخدها بيبقى عارف الاماكن كويس، عارف طريقه استخدامها، عارف طريقه تخزينها، عارف انها لازم تتقلي في خلال 4 ساعات، ولما تقلتش في خلال 4 ساعات يبقى لها طريقه معينه في التخزين وهكذا. ده بالنسبه للسامبل والستورج كولكشن. طيب انا بعد كل ده انا استلمت ميه والكيميكال كونستيتون ساعتها وزن ذا الاوبل ليميتس، عندي التي دي اس وير كوندكتيفيتي وزن الاوبل ليفلز، وعندي البكتيريا كالشر بتاعها اللي ممكن يكون البكتيريا كاونت اقل من 100 والاندوتوكسين اقل من 0.25. ده ميه وده تايب. طلع بقى اللي هو الالترا بيور ووتر فور دالس. ايه الالترا بيور ووتر فور دالس؟ لو لقينا هنا في الالترا بيور ووتر دالسز البكتيريا الكاونت بيبقى اقل من 1 من 10 كل يونيفورم يونت، اقل من 1 من 10 مش 100. يعني هنا في الدالس العادي 100، هنا اقل من 1 من 10. طب الاندوتوكسين في الدالس العادي اقل من 25%، لا هنا اقل من 3%. ده الترا بيور ووتر. ليه؟ لانه لقوا برضه ان شوف على الرغم من كل التقدم اللي حصل في الووتر تريتمنت ان الاندوتوكسين لو زادت عن 1 من 10 هتبقى ستيمولس لانفلاماتوري ريسبونس في البطن. الانفلاماتوري ريسبونس زي ما اتفقنا ان الانفلاماتوري ريسبونس ده بيمثل ايه؟ بيمثل ناتشرال ديفنس الجسم ضد اول ما اتعرض لاتاك بيبقى الناتشرال ديفنس بتاعه الانفلاماتوري ريسبونس، يزيد كل الانفلاماتوري ماركرز عشان تقدر تقاوم الاتاك دي. طب زياده الانفلاماتوري ماركر بتقوم سايبه تاثيرها بيبقى مالتيبل كوموربيديتيز. طب اذا علشان ما يحصلش هذا الانفلاماتوري ريسبونس لازم الاندوتوكسينز والبكتيريا تكون اقل من مستوى معين، فطلعت الالترا بيور ووتر فور دياليسيس. طيب يبقى الالترا بيور از برودوس باي فلترنج الستاندرد دياليس فلويد ده بعد ما يطلع من الار او البكتيريا فلتر الترا فايلت يوم داخل على انذر تايب من الفلتر اسمه البكتيريا اند توكسين ريتنتيف فلتر immediately before the dialysis fluid enters the dialyzer. قبل ما الدياليسيس يدخل على الدياليزر حطوا على اللي هو الريتنتيف فلتر ده اللي هو بيشيل جزء كبير من البكتيريا والتوكسينز المتبقيه.
حتى دلوقتي كل الدياليس ماشين الجديده بيبقى الديزاين بتاعها بيبقى فيه بكتيريا الاندوتوكسين، بيحط البكتيريا الاندو او الاندوتوكسين تنت فلتر ده كانتجرال بارت اوف دياليسيس فلويد باس واي، انتجرال بارت للدياليسيس فلويد باس واي اصبحت دلوقتي ده موجود في الطيب. السامبلز اوف ذيس تيستنج للالترا بيور دياليسيس بتتاخد امتى؟ immediately before system disinfection لانه عايز ياخدها في اللوست كواليتي كونديشن، فاقل درجه من درجات الجوده المستوى المستويات البكتيريا والاندوتوكسين قد ايه. فايت از فيري فيري امبورتنت ان هو ياخدها في immediately before the system disinfection. طيب highly sensitive methods طبعا عشان عشان تشوف الاندوتوكسين بالكميه دي يعني شوف بكتيريا انت محتاج specific investigation محتاج specific sensitive methods to detect a very low level من الاندوتوكسينز ومن البكتيريا. طيب اذا الالترا بيور دياليسيس سوليوشن بدا يزيد مع البيبرز بدات بتقلل السي اكتيف بروتين وتقلل انترلوكين 6 بتقلل اللي هو انفلاماتوري ماركرز ممكن تحسن الريسبونس للاريثروبوتين ممكن بروموت بيتا نيوتريشن ممكن تقلل بيتا 2 مايكروجلوبولين وبالتالي تقلل دياليسيس ريليتد امايلودوزيس ممكن لو لسه في ريزيدوال فانكشن بتعمل سلوينج للوس اوف ريزيدوال رينال فانكشن وده في غايه الاهميه ممكن تقلل الكاردو فاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي ممكن امبروف ريسبونس لهيبتس بي فاكسين يعني انا ساعات احنا بنقول في برسنتج من البيشنتس تقريبا بحوالي 5% بنسميه نون ريسبوندر لهيبتس بي فاكسين انك تدي له الكورس بتاع الهيبتس بي فاكسين وتيجي تعمل هيبتس بي سيلز انتي بودي ما تلاقيش وتعيد له الكورس مره ثانيه وتيجي تعمل ثاني الهيبتس بي سيلز انتي بودي برضه ما تلاقيش فبنسميه نون ريسبوندر تقريبا من 5% ل 10% ده النون ريسبوندر لهيبتس بي فاكسين ممكن لو اتحط على الالترا بيور ده احتمال يزود ريسبونس لهيبتس بي فاكسين بس مقالات كلها مش قويه على اعداد قليله وبرده ممكن يعمل امبروفمنت للديسليبيديميا. طيب الجزء الاخير بقى من المحاضره هو حد حط في دماغه ان احنا بعد الووتر تريتمنت ده وكل الكومبوننتس دي كم الميه المستهلك في الدياليسيس قد ايه؟ هل حد وهو بيتكلم على الكوست اوف دياليسيس اتكلم على الانفيرومنتال كوست انت بتكلف المجتمع قد ايه؟ لكن طبعا انا مش هتكلم بقى على مش هتكلم على جرين دياليسيس بكل ابعادها لان انا مش هتكلم على لا هتكلم على النفايات اللي بتطلع من الدياليسيس ولا هتكلم على الالكتريستي والباور والكلام ده والكونتامينيشن انما انا بتكلم على المايه فقط. طب ايه هو الانفيرمنتال كوست بتاع اللي بتاع الدياليسيس؟ لازم نعرف ازاي نستفيد بالميه دي وديت لازم نطلع نداء في الاخر في نهايه المحاضره النداء مهم جدا. ان انا دلوقتي ما باجي اقول والله في 2025 هبقى 1.8 من 10 بليون بيبل ويل ليف ان كانتريز ريجن ويز ابسولوت ووتر سكيرستي عايشين في 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 الفقر المائي كام 1.8 من 10 بليون بيبل بيعيشوا في الفقر المائي معظم الدول بتاعتنا الميدل ايست وشمال افريقيا ودول الخليج كلها تعاني من الفقر المائي النهارده. طب في سنه 2025 هينضم لنا باكستان وساوث افريكا ولارج بارتس من انديا اند تشاينا لمناطق الفقر المائي فلازم نستعد لهذا. طيب اذا ده معناه ايه؟ معناه ان احنا وي ويل نوت هاف سفيشنت ووتر ريسورسز. هنعاني من هذا الكلام اللي هو دلوقتي كل في دول معينه مش ما بتعملش دياليسيس مش علشان تكنيكال بروبلم ولا علشان فاينانشال بروبلم عشان ما عندوش ناتشرال ريسورس ما عندوش ميه. يبقى اذا شو ويل نوت هاف سفيشنت ووتر ريسورسز وبالتالي الووتر شود بي سورسد كيرفولي. ده اللي لازم نحط كلنا بقى كهيلث كير بروفايدرز كنفرولوجيست ان الووتر شود بي سورسد كيرفولي. زي ما اتفقنا ان العيان بان النورمال بوبليشن بيشرب من 10 ل 14 لتر لكن دارس البيشنت ده بيتعرض ل 360 لتر بس 360 لتر دول قصادهم قد ايه فقد؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ان احنا بدايه البيبر دي كانت منشوره في 2020 في بدايه 2020 ان وورلد وايد 1% من البوبليشن از افكتد باي كرونيك كيدني ديزيز. اوكي؟ اباوت مور ذان 2 مليون بيبول منهم اباوت 2 مليون بيبول في رينال بليسمنت ثيرابي سواء كان ترانسبلانتيشن او دالس. وبنقول ان احنا الدالس ده كمان ما بتعملش في بعض الاماكن. يعني في ملايين من البشر بتموت لا ما بتعملش لان ما فيش ميه. ما فيش ووتر ريسورسز. طيب
في اجار ايتال ده في 2009 قال لنا يعني كميه الهيوج اماونت اوف ووتر اللي بتستخدم فور ذا برودكشن اوف هيلث فلود. كميه الماده ايه؟ هنا الووتر كونسومشن اباوت 408 لتر بير انديفيدوال تريتمنت. لان انا عندي دلوقتي عند ريجكتد ووتر عند الار او الار او باعلى مستوياته ممكن 15-20% بريجكتد ووتر، لكن بالمستويات اللي بتستخدم عندنا لا ده ممكن توصل ل 40% و50%. قصاد كل لتر داخل يكون نص لتر ريجكتد ووتر، ودي ميه كويسه وبتخرج على الدرين على طول مباشره. يبقى 408 لتر بير انديفيدوال تريتمنت زائد 34 لتر في 20 مينتس برايمنج فيز للماشين زائد 51 لتر في 30 مينتس رينزنج فيز اوف ذا ماشين، يبقى التوتال 490 لتر. يعني كل جلسه في غسيل بيستهلك قصادها تقريبا نص متر مكعب، يعني حوالي 500 لتر. طيب انا العيان ده بيغسل ايه؟ ده عنده بيغسل اربع ساعات ثلاث مرات في الاسبوع، يعني في السنه بيغسل 156 تريتمنت بير يير. قصاده العين الثاني بياخد ايه اللي هو النورمال بوبليشن، بيشرب له 10-12 لتر في الاسبوع. طيب برضه اكوردنج تو انترناشونال فورست ريفيو، ديت مقاله منشوره في 2019 في استراليا، لا الووتر كونسومشن بتاع الدياليسيس ده الناشونال ووتر كونسومشن دياليسيس is equivalent to the water needed to fill 500 Olympic sized swimming pools. تخيلين؟ يعني كمية المية المستهلكة في الغسيل في استراليا لوحدها كافية لتملى 500 حمام سباحة أولمبي. كمية ضخمة جدا. ده الكمية ده كمان لقوها إن هي بتساوي كمية المية اللي بتشربها بعض الأقطار في السنة. ده اللي بيستهلك في الدياليسيس في استراليا ألون. طيب. So it should be also, عشان كده الووتر كونسومشن during dialysis should be an important concern for health care practitioners all over the world. لأن ده اللي احنا بنعمله في الفيلم بتاعنا. إن احنا واحنا بنعاني من فقر المائي مش عارفين نستفيد بالمية اللي بتهدر. يبقى as a service provider of dialysis we have ignored the environmental cost for dialysis over the long run. طيب في الدياليسيس في العالم كله أخباره إيه؟ بنقول إن احنا في 2010 يعني من 10 سنين كان عدد الناس اللي تريتد وورلد وايد على الدياليسيز 2,618,000 بيشنتس. وهنا بيرجح ان العدد يكون ما بين 4.9 مليون الى 10 مليون، لان في كتير اكتر كتيره ما بتسجلش عدد البيشنت عندها على الدياليسيز. وقصادها في اماكن كتيره زي فقيره سواء كان فقر مائي او فقر اقتصادي او 2 مليون بيهم ما بيستمروش، ما فيش اي رينا ريبليسمنت ثيرابي، سابوا كده وخلاص ما فيش دالس. طيب في متوقع في 2030 العدد ده يقفز الى 5 مليون بيشنتس. ل 5 مليون لان عدد البيشنتس وذ اند ستيج رينال ديزيز بيزيد انوالي ب 6% و 90% من العيانين اللي بيوصلوا للرينال ريبليسمنت ثيرابي على الهيموداليسيس 10% فقط هم اللي على البروتينيال دالس. طيب يبقى انا دلوقتي ان انا ما بقول لو انا عندي في الوقت الحالي دلوقتي ب 2010 كان 2.6 مليون في 2030 هيبقوا 5 مليون، لو انا دلوقتي مثلا موجود في 2020 ممكن 4 مليون. ال 4 مليون دول يعني حوالي 600 مليون هيموداليس بروسيدرز ار برفورمد انوالي اول اوفر ذا وورلد، 600 مليون جلسه غسيل. Such a large and growing number of treatments per year after year make hemodialysis a serious burden on the natural environment. في غاية الأهمية إنه يمثل للدول اللي فيها فقر مائي يمثل مشكلة ضخمة جدا. أنا هنتكلم دلوقتي في العالم كله 600 مليون جلسة غسيل. طيب الـ average water consumption قلنا في الجلسة الواحدة 500 لتر، يعني حوالي نص متر مكعب. يبقى إذا البيشنت اللي لوحده اللي هو بيغسل ثلاث مرات في الأسبوع يعني في السنة 156 جلسه بيستهلك 78 متر مكعب ميه. وبالتالي ما اتحسبت على كل اعداد العيانين في العالم يبقى انا عندي 270 مليون متر مكعب ميه is necessary for the treatment of all dialysis patients اللي هي بتساوي الانوال ريسورسز فور ميني بور ووتر كانترز. يعني بيستهلكوا كام؟ 270 مليون متر مكعب ميه. طيب لان وكمان الالترا بيور ووتر زود لنا المشكله ان قصاد كل لتر الترا بيور ووتر بفقد 1.5 ل 1.7 ووتر.
يعني معناه ان 60 ل 70% من الووتر از ريجكتد. يعني كل واحد 7 من 10 بتاع ده لتر ميه يطلع منهم 1 لتر الترا بيور ووتر والباقي بيروح في بيبقى ريجكتد ووتر. فده زود كمان البردن بتاع استهلاك الميه. طب يبقى الميه المستهلكه ديت اماكنها ايه؟ اماكنها نمره 1 الريجكتد ووتر اللي جاي من الار او، لان الار او بيسمح بدخول الميه ويخرج الانايونز والكاتايونز مع باقي الميه على الدرين بره. مصدرها الثاني هو الهيموداليسيز نفسه، الهيموداليسيز نفسه. مصدرها الثالث اللعب في الدايلازيد فلو، وده هنشوفه دلوقتي. طيب يبقى انا عندي، السورس بتاع الووتر ويست في المنتال دايلازيز، الويست ووتر اللي هو بوست دايلازيز تريتمنت، وعندي ريجكتد ووتر من الار او، وعندي الان ادجستد دايلازيد فلو اللي هي 500 مللي بير مينيت. استخدمها ايه؟ ممكن مثلا ان انا اقلل الاستهلاك شويه، المكن الجديد كله يقلل لي مثلا البرايمنج بتاع الماشين، يقلل لي الرينزنج بتاع الماشين، يقلل استهلاك الميه في الماشين، والريوز بتاع الويست ووتر، انا عايز استخدام الويست ووتر، وممكن ان انا اقلل شويه ريديوس اليوز اوف ووتر اللي هو باللعب في الدايلازيد فلو. فلو خدت اول حاجه اللي هو الار او ريجكتد ووتر، الميه اللي هي بتبقى ريجكتد من الار او. الميه ريجكتد من الار او ستيل بوتابل، يعني هي ميه كويسه، ده معديه على فلاتر كتير، ده معديه على مالتي لاير فلتر وكربون فلتر وسوفت نار وار او وبكتيريال فلتر، وبعد كده ريجكتد عند الار او بتبقى ريجكتد من الار او. يبقى اذا معديه على كل الفلاتر ده، يبقى اذا هي ميه مهمه جدا، ممكن استخدمها للويندوز والفلور كليننج، ممكن استخدمها كار ووشنج، ديش ووشنج، مثلا الجاردنج ووترنج، ممكن استخدمها في كل هذه الامكان، ممكن استخدمها في الستيم ديسانفكشن في الاوتوكلاف في المستشفيات للتعقيم. وانا لو قدرت ان انا اوفر الميه ديت، شوف بوفر قد ايه بقى، من 270 مليون متر مكعب، انا متر مكعب بس ممكن اوفر 100 مليون متر مكعب كان بي سيفد اف وي ريوز ذا ووتر ريجكتد باي ووتر تريتمنت يونتس اونلي. انا لو استفدت بس بالووتر ريجكتد من الار او، انا وفرت 100 مليون متر مكعب ميه. لغايه الاهميه لازم نحطها في دماغنا، لغايه الاهميه ده ريجكتد ووتر، ودي ميه كويسه، دي ميه ما حتى ما لمستش العيان. طيب الاماونت اوف ويست ووتر ديت بتبقى بتختلف، وخد برضه هنا مثلا الاوفر سايز ار او سيستم. انا ما اجيبش مثلا ار او سيستم يقضي 20 مكنه وانا عارف ان امكانيات المكنه 10 مكنات، لان معناه ان انا اجيبه 20 مكنه معناه ان انا هدي الاكسسيف ويست اوف تريتد ووتر اند ريجكتد ار او ووتر، ان انا بدي له فرصه ان هو اكسسيف ويست للووتر. برضه لو جبت اوفر سايز ممبرين، لو اوفر سايز ممبرين اكتر من المكن اللي هو موجود، برضه هيؤدي لي برضه الى زياده في اللوس اوف الويست اوف تريتد ووتر وريجكتد ار او ووتر. يبقى انا لما بجيب اماجي لازم افصل الار او سيستم والار او ممبرين على عدد المكن اللي ممكن يكون في المكان. برضه التمبريتشر تاثر، الهاي تمبريتشر محتاجه برودكت فلو، واللو تمبريتشر بيقلل البرودكت فلو. طيب كل المودرن ار او سيستم بالمناسبه بتبقى مور افيشنت وريجكتد ليس ووتر. يعني هم دلوقتي بيشتغلوا برضه ان ايه؟ ان بيحاولوا ان يبقى في ريسايكل بكلوز لوب كده، يوصل للار او ممبرين تاني ويستخدمه تاني، ان يقلل كميه ريجكتد ووتر، لان بدا اللعب على كده ان ده، وده الحمد لله يعني بدا في يعني نتائج ان شاء الله تكون كويسه. برضه في فلو ريجوليشن ديفايس عشان الميه ما تسحبش كده، لان عايز استهلاك الميه على قد طلوع الميه او اندفاع الميه على قد الاستهلاك. ففي عندنا في اللي هو الفلو ريجوليشن ديفايس ده بيبقى موجود على بدايه البايب سيستم، بينظم كميه الميه حسب كميه الاستخدام علشان ما نزودش كميه الميه وبالتالي نزود كميه هدر الميه. طيب بنقول اللي هو ريباسنج باك للار سيستم، خلاص قلناها ديت، وان احنا ممكن نستخدم الميه دي ريدايركشن للاوتوكلاف، يعني بيبقى السيم ديسانفكشن، ان انا بستخدم الميه ديت في التواليت فلاشنج، في اللاندس، في اللاندسكابنج. It is very important ان انا اعيد استهلاك الميه دي. فهنا طيب السؤال، هو الميه ريجكتد من الار او سيستم ستيل جود ووتر؟ بدون شك يس ات از. ليه؟ لان هي بنقول ان الميه دهيت كلمه الارجيومنت ان احنا وي شودنت يوز الار او سيستم ريجكتد ووتر سمبلي دازنت ميك سنس، لان معديه على فلاتر كتير، ده احسن ميه شرب العاديه. ولكن ما اقدرش استخدمها كميه شرب، ما اقدرش استخدمها كميه شرب ليه؟ لان هي ما فيش فيها كلورين ولا كلورامين.
طيب ان انا بقول دلوقتي ان الميه دهيت it doesn't at any stage come in contact with the patient. يبقى حتى ما اقولش ما فيش يبقى ما فيش infectious risk. ما لمستش ما لمستش عيان ده من اروح على بره. ان كمان ان البايوكيميكال والبكتيرولوجيكال ستاندرز ساعتها ماشيه مع الام ستاندرز مع الام ستاندرز بتاع عمليه الشرب. يبقى البايوكيميكال والبكتيرولوجيكال ستاندرز ماشيه مع الام ماشيه مع الام ستاندرز. It is very important. طيب وده هي بالارقام الميه اللي هي ريجكتد ووتر دهيت بتبقى ماشيه مع ماتشنج مع الام ستاندرز فور ذا ماكسيمم الاونس كونسنتريشن. طيب يبقى الارو سيستم اللي هو ريجكتد ووتر قلنا يا اما الريسايكلينج ده هي لها مشكله واحده ان ممكن الريسايكل ورجوع تاني للار او بيزود الكوندكتيفيتي. يبقى عندي كوندكتيفيتي ميتر عشان اتعامل معاه عشان ما يحصلش مشاكل في الممبرين. النهارده بقى في نمبر اوف دايلس فاسيلتيز احنا بقى يعني احنا متاخرين جدا في استراليا في يونايتد ستيتس في كندا في يونايتد كينجدم تشاينا فرنسا اسبان موراكو كلهم بداوا يستخدموا ريجكتد ووتر ده فور اريجيشن فور لوندري سانيتيشن فور جينيريشن اوف ستيم استرايزيشن ذا هوستل اند فور انسترومنت ذا اذر استرايل ماتيريالز. حتى الهوم هيموداليس بيستخدموه دلوقتي برضه يعني بيجمع فيه تنكات بيستخدم في التواليت فلاشنج والشاورنج وهكذا. طيب في تجربه في بلد اسمها كوريكرا في استراليا بيعملوا بيجمعوها في 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 حاجه كده ترانسبورتابل كونتينرز وده بيحركها تراكتور او زي جرارات كده حركه تراكتور بيروا بيها الجناين وبيروا بيها المزارع الخضروات المحليه والكلام ده تبقى في غايه الاهميه. وبيستخدموها بكميات كويسه وبيستخدموها حتى بالري اللي هو الري بالتنقيط فبيبقى حتى برضه استخدامها مرشد وبيقدر يروي بيها اراضي زراعيه ويروي بيها اراضي فيها خضروات. يبقى هنا دلوقتي في المستشفى ممكن يكون على طول ببام بيحولها لريزرفوار فوق اهو ومن الريزرفوار ده على طول ممكن ان انا بحركه أروح بقى مثلا فلاشنج تواليتات ممكن استخدمه في الهيت ديس انفكشن والاوتوكلاف ممكن استخدمه في الكار ووشنج وفي الجاردن في الجاردن اريجيشن وهكذا. طيب ثاني نوع من الميه بدل ريجكتد ووتر هو كم كبير جدا اقدر استفيد بيه وما استفدت بيه اقدر اوفر 100 مليون متر مكعب على مستوى العالم. طيب الباقي بقى اللي ثاني نوع من ثاني عندي بقى اللي هو الهيموداليس ويست ووتر اللي هو بقى اللي ايه اللي بيدخل على الدايلايزر ويخرج على الدرين على بره. افتر تريتمنت الافلونت ده جوز تو ذا سيوج سيستم. الفلويد ده عباره عن ايه؟ ووتر ويوريميك توكس فوسفيت ونيتريت ويوريا اللي هي الحاجات الموجوده في الاسمده في الاسمده الاسمده سماد الفوسفيت وسماد النترات وسماد اليوريا وكده ده اسمده كيماويه. يبقى كل ما فيها ووتر وسماد ده يبقى ده كان بي كونسيدرد از جراوند فيرتلايزر. وبدا يستفادوا في موراكو في 2008 ولقوا ان حتى الميه دهيت بنلاقوا ان هي ليس بوليوتد عن الميه المستخدمه فور اجريكلتشر. يعني لقوا انها ليس بوليوتد. طيب بما كمان برضو ال برضو لكن كل العمليه اللي بقى فيها زياده في الكوندكتيفيتي وده ممكن التعامل معه لكن الكونسنتريشن بتاع النيترايت والفوسفيت والسلفيت والامونيا والتوتال نيتروجين ما زادتش على منظمه الفاو الستاندرد بتاع الفاو. فده از فيري امبورتنت حتى كميه البكتيريا ان لا ان الشريشيا كولاي ليه كولاي اندتكتبل. كل العمليه ان هي كوندكتيفيتي عاليه شويه ممكن يتعامل مع الممبرين ويتعامل مع الايه مع الميه ديت ويعيد استخدام الويست ووتر في استخدامها كفيرتلايزر. طيب ده في 2018 12 بوستر في الاي دي تي اي من كوبنهاجن ومن اليونانيين الريسيرشر دول قالوا ايه؟ قالوا ان هي فيري انترستنج قالوا ان الدايلازيد ده واز جيفن از فيرتلايزر ان اورنج برودكشن في البرتقال ولقوا ايه بقى؟ لقوا ان الاورنج جروفز فيرتلايزد ويز دايلازيد افلونت بروديوس سيجنيفيكانتلي بيتر كروبس ذان زوز فيد ويز كوميرشال فيرتلايزر. ده الفيرتلايزر ده اعلى. يبقى ممكن يستخدم في كده يبقى ذا كوست فور وحتى الكوست بقى فور تريتنج الهيموداليسيز ويست ووتر ده اقل من الديسالينيشن ب 20 30% يعني برضه سمير
صوت يا دكتور سمير. اوكي تفضل يا دكتور هشام. اوكي نقطه مهمه جدا لنقطتين للبايوفيلم والان ذا توكسين just to highlight a very important issue. The biofilm treatment is mainly preventive, because if you have a biofilm, which meaning that a biofilm is a microorganism, either bacteria or fungus or other microbes adherent to the piping system, وده بيبقى chemical removal فيه صعب جدا وبيخلف من وراء endotoxemia عنيفة جدا. فهو المين is frequent sterilization. بالنسبة للإنتوتوكسين ليفل, why it is the level of 0.03 for ultra pure or more or less below that level, the body can compensate for an endotoxin injected up to 5 EU per kg per hour, meaning that in adult persons, if he has a very well functioning liver, he can compensate up to 300 to 400 EU per hour, meaning that if you have an endotoxin, لو أنت عندك أكثر من 0.03 خلال الأربع ساعات دول هيخشوا أكثر من 3600 إندوتوكسين يونت خلال الجلسة الواحدة, which is double the maximum capacity of the liver to detoxicate the endotoxin. وبالتالي يفضل كمان إن هو ينزل تحت الـ 0.03. الإندوتوكسين مشكلتها كبيرة زي ما الدكتور سمير قال, إنها بتقلل البيتا 2 مايكروجلوبولين برودكشن, وده اللي احنا قلناه قبل كده. البيتا 2 مايكروجلوبولين في الدياليسيس بوبيوليشن بوث ريتينشن اند برودكشن. البرودكشن في اللو فلكس, لان انا ما استخدمتش الترا بيور ووتر, ما استخدمتش ووتر تريتمنت ستيشنز, بنلاقي ان البري دياليسيس ليفل اوف بيتا 2 مايكروجلوبولين ان لو فلكس اند هاي فلكس ايكويفالنت للاثنين مع بعض, لكن اللي بيفرق فيهم الانفلاماتوري بيتا 2 مايكروجلوبولين response and changes. بالنسبة للـ AMI, American Association of Medical Industry, دي مهمة جدا. Locally, احنا اجتمعت مع اللجنة بصفة رئيس اللجنة القومية للدياليسيس في وزارة الصحة, ولقينا ان الـ Egyptian guideline الموجودة في وزارة الصحة تفوق الـ AMI في الـ specification. فما عملتش عليها تعديل, لان احنا اوريدي افضل منها بكتير جدا. فمهم جدا جدا موضوع الاندوتوكسيميا, ومهم جدا ان انا ابقى فاهم يعني ايه ليفل 0.03 اور مور اور ليس. يتبقى جزئيه في النقطه بتاعت البكتيريولوجيكال, هي الدي ان اي فراجمنت. الدي ان اي فراجمنت هي فراجمنت اصغر بكتير جدا من الاندوتوكسيميا, ومشكلتها في الانفلاماتوري رياكشن از امبورتنت از ذا اندوتوكسين. وبالتالي هنرجع تاني للنقطه الاولانيه, سواء بتكلم على اندوتوكسين, سواء بتكلم على بكتيريا, سواء بتكلم على بكتيريا الدي ان اي, هو الحل الوحيد هو التعقيم المستمر لوحدات الكلى الصناعي, وده اهم حاجه بالنسبه للعيانين, لان زي ما اتفقنا ووتر تريتمنت از ا كورنر ستون في عيانين الدياليسيز بوبيليشن. طبعا بشكرك دكتور هشام على الكومنتس الرائعه ديت. الدكتور الحديدي بيقول الدكتور سمير, دكتور سمير محمد, دكتور سمير ده هيدخل ولا لسه بيحاول؟ هو دكتور سمير بيحاول دلوقتي. طيب اوكي, ناخد تعليم الدكتور فيصل لغايه ما الدكتور سمير يجي. دكتور فيصل بيتفضل. شكرا يا باشا. المحاضرة قيمة جدا من سمير, excellent as usual. في a few points which we should probably look with water treatment. So the connection to the machine is very important because this can have stagnation and also infection and a problem with the connection. Water treatment, everything is okay with the water treatment. Still the connection to the machine is the main problem which we should make it as a whole, not to look only for the water treatment. The other things is about the reservoir. You know, we are using sometime a reservoir tank in case that we have a problem with the water supply. And in that case, we have to think carefully about either we are going to do a closed system or open system.
Probably he can a little bit, Samir can just make, or Hisham can make, what's the difference between closed system and open system when we are connecting water treatment with the dialysis machine. Probably this is the 2 points which I think it's important also to be emphasized, to be, you know, for our colleague also to know about it. Water treatment is important. We used to know to go to check the water before we installing any machine. So it is a primary basic things to everyone to know, and to know exactly how is the water which is coming and what is the pressure of the water which is coming from outside. Thank you. أنا متفق مع حضرتك تماماً أستاذ الدكتور فيصل على الكونكشنز وعلى الريزرفوار. هسيب الدكتور هشام يعلق على السؤال اللي حضرتك قلته، وبعدين نرجع تاني لبعض النقاط مع الدكتور سمير إن شاء الله ما يكونكت تاني. دكتور هشام اتفضل. شكرا جزيلا. طبعا الاوبن والكلوز لوب سيستم بيوفر كتير من الميه. الكلوز لوب لكن ليه كنترول، يعني اللوب اللي راجع من الهيموداليس ماشين راجع على فين؟ راجع على التانك، وبالتالي لازم يعامل معامله خاصه ببكتيريال اند اندوتوكسين فلتر بيفور بروبوزنج ذات ان هي ريسايكل تاني للتانك. ولازم يكون شورت لوب، ما يبقاش لونج لوب. يعني ليها قواعد مهمه جدا، لكن اغلبيه الوحدات بتستعمل الكلوز لوب سيركيليشن سيستم، لان الووتر سبلاي من البامب سيستم من التانك تريتد تانك بيبقى اكتر من الكاباسيتي اوف هيموداليس ماشين، بالاخص لو الشيفت مش كامل. وبالتالي وهو الخط راجع بيعدي على البكتيريال والاندوتوكسين تاني بعد ما خرج من التانك وخد اللفه الطويله بتاعته لاخر الهيموداليس ماشين. احنا عين شمس، في جامعه عين شمس عندنا سيستم مختلف شويه. احنا بنتعامل بيه السنترال دايلازيت ديليفري سيستم سي دي دي اس، وبعض الاماكن بتتعامل مع الدايركت ار او سيستم فلو. والاثنين دول سيستم طبعا الاثنين محترمين جدا. ان وان اوف ماي ريسنت ريسيرش السيستم ايذر دايركت ار او يعني غير تانك one flow directly او السنترال دايلازيت ديليفري سيستم، ليه فوائده وليه عيوبه. طبعا اللي اخترعوه اللي قالوا عليه اليابانيين، ليهم ايكونوميكال بوينت من السبيسز، ما عندهمش اماكن، دي قصه ثانيه. لكن انا لقيت في البحث اللي احنا عملناه هينتشر ان شاء الله السنه دي، ان انفلاماتوري رياكشنز بتقل جدا جدا مع الناس اللي هي بتستخدم اللي هو الاوبن لوب باي دايركت ار او سيستم او باي دي سي دي دي اس، والاثنين دول لا يستخدم معاهم التريتد تانك. طب انا بسالك بقى، في عين شمس انتوا بتستخدموا الالترا بيور ووتر ولا لا يا دكتور هشام؟ احنا عندنا سنترال دايلازيت ديليفري سيستم طبعا. الترا بيور، الترا بيور يعني بتقيس التوكسينز. السنترال دايلازيت طبعا بيطلع الترا بيور، لكن انا عايز اقول لك ان في فرق ما بين الالترا بيور ووتر والالترا بيور دايلازيت، عشان نفرق ما بين الاثنين. تمام. الترا بيور بيور ووتر مينينج ذات يو هاف ا دبل ار او سيستم ان سيريال نوت ان بارلل، يعني الميه تخرج من ار او يخش على ار او ثاني، وده بيعمل ريجكتد ووتر عاليه جدا. ده الالترا بيور ووتر. السيستم الموجود في الهيموداليسيز يونت غالبا سنجل ار او ووتر، لكن في اندوتوكسين فلتر باك اب في الهيموداليسيز ماشين اللي بيحول الفاينل دايلازيت الى الترا بيور دايلازيت. نقطه مهمه جدا جدا في الكونسنتريت، احنا بنتعامل مع الووتر تريتنج، جزء من الووتر سبلاي او الدايلازيت هو الكونسنتريت. الكونسنتريت ده فيري جود ميديا فور اندوتوكسين، نوت ان بكتيريا. بكتيريا مش هتنمو في الكونسنتريت، لكن البكتيريا المجنونه اللي هتنط جوه الجيركن هتكلف وراها كميه اندوتوكسين عاليه. يعني انا لو عندي الترا بيور ووتر ومش عندي باك اب اندوتوكسين فلتر في الماشين، هيبقى عندي اندوتوكسيميا. لك ان تتخيل حضرتك ان 1 سنجل ترند جرام نيجاتيف بكتيريا ممكن تخلف مليون اوف اندوتوكسين فراجمنتس. وبالتالي الترا بيور اللي انا ريكومندد do ultra pure dialysate, not an ultra pure water supply. It is saving them money more confident with the treatment. لكن هي المشكله يا دكتور هشام في كل البابليكيشنز بيتكلموا عن الترا بيور ووتر،
يعني أنا شبه مؤمن به، لأنه حتى الهاي فلاكس والميدل بنيكولز والكلام ده which is more superior. أنا أعتقد الألترا بيور ووتر، وأعتقد الكلام أنت بتقوله very rational، إن أنا في النهاية عاوز الدياليزيت بتاعي مش فيه توكسن، ده أوقع ألترا دياليزيت يعني. لأن حضرتك في الهيمو دياليسيز إذا أنت تستخدم one end toxin، لو أنت هتستخدم هاي فلاكس وده سنجل باس بعد الدياليزيت مش بعد الووتر، يعني ما فيش end toxin filter موجود. الألترا بيور موجود في السي دي دي اس سنتر سيستم، لأن في اندو توكسن فلترز على الووتر تريتمنت ستيشن. انها وهي معظم المقالات اللي منشوره على الالترا بيور ووتر، والكلام اللي حابب تقوله فيري راشنال، لكن احنا نتوقف في الدسكشن لغايه ما دكتور سمير يخلص، لان احنا عاوزينه معانا في الدسكشن. دكتور سمير اتفضل. دكتور حسين سامعني كده كويس؟ سامعينك كويس وشايفينك يا باشا، اتفضل. طيب بس احنا طبعا انا الاول بشكرك انا الاول بشكرك لانه حضرتك اكيد انا يعني انا طلبت من حضرتك تتكلم بالعربي علشان المحاضره تبقى مفهومه، واعتقد لغايه الوقت الامور واصله بشكل كويس قوي. كمل يا دكتور سمير وكمل عشان نعمل معاك ديسكشن ان شاء الله. تمام. فهنا دكتور حسين بالنسبه للثالث حاجه في القصه، احنا بنقول ريديوس الدياليز فلو، كنا اتفقنا ان من 500 لو زاد من 500 ل 700 بيزيد الافشنسي بتاع الدياليز، لكن في مقالات ويز ومقالات اجينست. وهنا كان الكلام كله اللي نعمل ايه لو احنا قارنا ال 400 بال 500 او قارنا ال 700 بال قارنا ال 700 بال 500. الحقيقه فينا عشان بس نحدد المقارنات دهيت ان فيها ست دراسات، خمسه منهم قالوا ان اللي بنلاقوا ان ما يقارنوا ال 400 بال 500 او 500 بال 700 لقوا ان اونلي وان ستادي هي اللي كان فيها ستاتستيكال سيجنيفيكانت انكريز في الكي تي، انما خمس دراسات من السته قالوا ما فيش فرق بينهم. طيب في تو ستاديز اشتغلوا على الكليرنس اوف يوريا اند كرياتينين، قالوا ان فعلا مع زياده الدايليسيت فلو ممكن يزود الكليرنس اوف سمول سوليوت ويزود سمول سوليوت اليوريا والكرياتينين. في تو ديفرنت في فور ديفرنت ستاديز اشتغلوا على البيتا 2 مايكرو جلوبولين، لو ان ما فيش فرق بين الدايليسيت بايا كان الفلو بتاعه. في برضو مجموعه معاك هنا اهو دكتور حسين بس لان في دراسات اللي برضو انا بس علشان ارجع بس لورا، ان في بعد كده بعض الدراسات قالت ان مفيش فرق في الريموفال اوف سبيت بين ال 400 وال 500. في ناس اشتغلت على اللونج تيرم اوت كام ولقوا برضو ان دايليزيت فلو ما بيأثرش عليه قوي، بالذات في البي او ان والهيموجلوبين والباي كارب، وكان شامله اي سي جي ونيرف كوندكشن فيلوستي. طيب هنا دلوقتي يبقى انا لك ان تتخيل ان احنا لو قدرنا ننجح ان احنا نقلل دايليزيت فلو من 500 مللي بير مينت الى 400 مللي بير مينت، هنقدر نتوسيف قد ايه من الميه؟ 24 لتر ميه في الاربع ساعات. يبقى ان العيان ده 24 لتر ميه في الاربع ساعات، يبقى 72 لتر في الاسبوع، 312 في الشهر، 3744 لتر في السنه. اما جم في الولايات المتحده عندهم نص مليون بيشنت على الدياليسز، لقوا ان هو ممكن لو قلل من 500 ل 400 هيوفر ما قيمته 3,895,000 متر مكعب ميه، او ما يمكن انه يملا 1500 حمام سباحه اولمبي. فايت از فيري امبورتنت، لكن هي الحقيقه احنا وي كارنتلي دونت هاف انف داتا تو اسيوم ذات الدياليزيت فلو ريدكشن از سيف اند افكتيف فور هيموداليز بيشنت. فما نقدرش نعممه كريكومنديشن، ما نقدرش نعممه كجايد لاينز، ولكن هذا النزول اللي هو من 500 ل 400 ان جلوبال ايكولوجيكال سكيل هيوفر 24 بليون لتر ميه ديلي، 14,000 مليون لتر ميه على مستوى العالم. ده كم كبير جدا لو بصينا بصه من الانفايرمنت. طيب بعد كده برضه انا عندي بالنسبه للبريمنج والرنسنج دول بيفقدهم حوالي بتاع مثلا بتاع 80 لتر ميه، يبقى احنا محتاجين ان يكون برضو التكنولوجيا الجديده والكلام ده انها تقلل كميه البرايمنج والرينسنج شيت. هل الهيمو داي فلتريشن مقارنه بالهيمو دياليسيز ممكن يكون الاستهلاك الميه اقل؟ بدون شك، بس احنا مش عارفين قد ايه بقى قيمه الميه اللي بتستهلك عشان يعمل الالترا بيور ووتر ده او الالترا بيور دياليزيت او الكلام ده.
هل اللي بيسالك ميه قد ايه؟ لو عرفناها بقطع الهيموداياليتيشن فبالذات لو الاونلاين هيموداياليتيشن يبقى احسن كتير من الهيموداليس. البروتينال داليسس برضه احنا البروتينال داليسس بنسالك كام ده؟ 6 12 لتر في اليوم. يبقى قد ايه استهلاك البروتينال داليسس بالنسبه للهيموداليسس؟ لكن برضه قد ايه بيستهلك ميه علشان نحضر الدياليزيت بتاع البروتينال داليسس؟ عايزين نعرف قد ايه، لكن لسه برضه ده بيعتبر في كوميرشال كونفيدنشاليتي في الجزئيه دي. فطبعا احنا عندنا بدائل للهيموداليسس، عندنا بدائل لاستخدام الميه. من هنا الكونكلوجن بتاعي ان احنا لازلنا ووتر تريتمنت جنرالي ذا موست نيجليكتد اريا اوف دياليسيس ثيرابي. اتس فيري امبورتنت ان كله لازم يبدا يعرف وحده الميه. ان الكواليتي اوف ووتر كونتريبيوتس فيري سيجنيفيكانتلي تو اكيوت اند لونج تيرم موربيديتي اند بروجنوزيس. ان ديو تو انكريز سرفايفل اوف دياليسيس بيشنت وان انكريز البايكربونيت دياليسيس وانكريز اليوز اوف هاي فلكس يبقى الووتر تريتمنت از مانداتوري اند بيكام هايلي اسينشال. And also achieving the goal of sterile biogen free chemical ultra pure water dialysis, it is very important. Also لازم يكون في كل واحده في البوليسز والباكس بروسيجر شال بي ان بليس الام ستاندردز اللي تمثل المينيمم الاكسبتد مينيمم ستاندرد فور ذا ووتر بري تريتمنت فور هيموداليسيس. برضه كل يونت لازم يكون فيها الستاندرد اوبريشن بروسيجرز ان بليس. لازم يكون الاتشيفمنت اللي بتحصل في وحده الميه والمينتنس والانترفينشن شال بي ريكوردد ان لوج بوك ان دياليسيس بيس. اولسو ذا ميديكال نيرسينج اند تكنيكال ستاف وركينج ان دياليسيس يونت شيرز ريسبونسبيلتي فور سيف اوبريشن. ات از فيري امبورتنت ان يبقى في ريجولار مالتي ديسيبلينري كوميتي ميتنج للوقوف على وحده الميه والامبروفمنت اللي ممكن يحصل في وحده الميه. المسج هنا برضو اللي تهمنا ان ذا جول فور ذا 2020 We must clean up our act. We must clean up our act. We have not such environment. New dialysis products such as online dialysis generation may help dramatically reduce of water. When the Egyptian Society of Nephrology can play leadership role in promoting awareness for this green initiative in order to reduce our impact in our planet. وده يمكن ان انا برجاء ان احنا عندنا الكم المدن الجديده اللي بتبني عالي جدا. ان المستشفيات الجديده اللي موجوده في المدن الجديده اللي هيبقى فيها وحدات دياليسيس يبقى فيها وحدات استخدام اليوز للووتر ده اللي هو ريجكتد ووتر والووتر ويست بتاع الهيموداليسيس. اتس فيري امبورتنت ان احنا نستفيد بالميه ديت لان احنا داخلين على مشاكل فقر مائي، فبالتالي استهلاك الميه بالنسبه لنا يمثل قيمه كبيره جدا. وشكرا لحضراتكم. احنا اللي شاكرين شاكرين لسعادتك دكتور سمير على المحاضره الاكثر من رائعه. والووتر تريتمنت انا اعتقد انه لما تقدم باللغه العربيه بقى واضح كتير جدا. ولو حضرتك تفتكر قبل مؤتمر الجمعيه لما كنا بنتناقش وانا اقترحت على حضرتك الموضوع ده اللي هو الجرين ووتر مانجمنت او جرين داليسيس اللي يخص الووتر تريتمنت، فده شيء مهم جدا. يمكن النقطه اللي عاوز اضيفها قبل ما نفتح الدسكشن، وطبعا انا شايف الدكتور طارق رافع ايده، والدكتور طارق برضو ادى محاضره في الووتر تريتمنت ممتازه هنسمع منه، لكن انا النقطه اللي عاوز اضيفها ان بما ان حضرتك بتتكلم في الكواليتي اوف ووتر مانجمنت، الروت كوز اناليسيس في اي مشكله تحصل ده ثقافه المفروض تبقى موجوده. لانه انا فاكر ان في احد المقالات منشوره السنه اللي فاتت على تسريب من مواسير ادى الى زياده في المغنيسيوم بشكل مفرط، وكان معاها موربيديتي ومورتاليتي، ودي كانت مشكله في البلامز. ودي هيرجعنا تاني للكومنت بتاع الدكتور فيصل شاهين لما قال الكونكشن، وطبعا هو ناقش موضوع اخرى اكيد هنناقشها مع حضرتك تاني. ما اعرفش نبدا ناخد الاسئله، هناخد معلش بعد اذنكم دكتور هشام الاسئله اللي على الشات قبل ما نبدا. الدكتور طارق اول واحد من اللي رافعين ايدهم يتكلم، الدكتور طارق. بس الدكتور الحديدي لو سمحت يا دكتور محمد الحديد اقرا الاسئله اللي جت على الشات سؤال سؤال، اتفضل. هو من ضمن الاسئله اللي على الشات الى الان سؤال بيقول is there any effect on the drain system on the machine filter like back infection on the machine. دكتور سمير ودكتور هشام. بتقول يا دكتور حديدي معلش انا مش سامع كويس، بتقول ايه؟ Is there any effect on the drain system of the machine filter؟ هل في اي effect on the drain system of the machine filter back infection of the machine؟
هو السؤال مش سؤال من الدكتور جمال عادل. يعني ريتروجريد انفكشن برين بكتيريا فبترجع تاني. دايما بنقول البكتيريا ما لهاش رجلين، يعني مش هي هتمشي مع الفلو، وكل ما الفلو اللي خارج من الماشين هي هتنجرف معاه، لكن مش هتقدر تعمل ريتروجريد كونتامينيشن. تمام. السؤال الثاني يا دكتور محمد، السؤال الثاني، هل في اي ريكومنديشن فور ذا ريكرنت فانجل كولوني يونتس ديسبايت ديس انفيكشن ويز كيميكال اند هيت؟ هل في اي ريكومنديشن بالنسبه للفانجس مش البكتيريا؟ مش البكتيريا على الرغم من ديس انفيكشن ويز كيميكال اند هيت. لا، ما احنا متفقين ان احنا دايما يكون في بوليسز بالنسبه للديس انفيكشن موجوده، لان يعني قلنا دلوقتي بنقول ان الهيت ديس انفيكشن هينجا ان انت بتمنع تكوين البكتيريا والفيروسز والفنجس وكان ده بالهيت ديسنفكشن. لكن لو بدا يتكون وكده وبتاع وكمؤشر، لان احنا برضو يمكن ما بنعملش فنجس كلشر او كده في وحده الميه، لكن اللي بيجينا بصوره البكتيريا والاندوتوكسين. لكن ممكن طبعا بدون شك لو استخدام الكيميا، لان احنا بنقول في لو ظهر حاجه زي كده الهيت ديسنفكشن احنا بنقول مانداتوري بديلي، ممكن يتعمل كيميكال ديسنفكشن لوحده الميه مره كل اسبوع، وممكن يستخدم فيها اسيتيك اسيد او يستخدم فيها الصوديوم هايبوكلورايت او الصوديوم هايبوكلورايت او اسيتيك اسيد. انما تحديدا يعني يمكن ما وجدناش قصه فانجس تحديدا، لكن احنا بنقول برضه ان الالجي والكلام ده وبتاع الكلام ده ممكن يكون له علاقه بالفانجس. لكن انا بالنسبه لنا احنا التعيين بيكون هيت ديسانفكشن كل يوم وفي نهايه اليوم، وممكن الكيميكال ديسانفكشن ويكلي ممكن يقضي شويه على احتماليه الفانجس انفكشن. اضيف على حضرتك سمير، هي المشكله لو في حد من الزملاء يبقى لو هشام اتفضل دكتور هشام. لو في بلايند لوب سيجمنت هو ده بيبقى غالبا السورس وما بيوصلوش الديس انفكشن. عشان كده دايما بنقول في الكونستراكشن اوف فايتنج سيستم وفي الفولو اب بتاعي لازم ما يبقاش في مكان اتقفل واتعمل له لوك وساب جزء من الماسوره او البايب ده موجود ومقفول وما بحدش يستخدمه. فلازم الاول اتاكد تماما ان ما فيش اي بلايند لوب اريا، وده اللي احنا قلناه من حضرتك ما كنتش موجود على موضوع البايوفيل. تمام. انا بتهيألي برضو الفانجل كولين يونز ده فيري ديفيكلت انه يبقى روتين في الهيموداليس لانه اتس اوريدي ديفيكلت اورجانيزم. واعتقد ان الديسانفكشن بتاع البكتيريا والسيستم ده كافي. الحاجه الثالثه الفيزيكال اكزامينشن للتريتمنت، لو بقى في الجي او كلام زي كده ده هيكشف القصه من بدري. يعني انا فاكر الشيء بالشيء يذكر، البي دي ما كنا غيرنا الفلويدز كنا ساعات بنشوف الووتر الفلويد كونتنتس بتاع البرتانيا داليسس في فانجس، فساعتها انا مش هستخدمه. تمام. هنا الدكتور طارق رافع ايده فهنديله الكومنت وبعد كده نرجع لبقيه الاسئله. اتفضل دكتور طارق. دكتور طارق ودكتور ياسر عبد الحميد الاثنين. طيب دكتور طارق ودكتور ياسر ثم نرجع لبقيه الاسئله. اتفضل دكتور طارق بيه. السلام عليكم ومشاكين اول دكتور سمير على المحاضره الاستريتد وفيري كلير، ولكن هناك بعض البوينتس بعد اذنك احب ان انا اصلها. بالنسبه للووتر تريتمنت يونت اصبحت من الحاجات اللي واخده هاي برايورتي في كل مراكز الكلى دلوقتي، سواء اذا كانت برايفت او جوفرنمنتال، لان بقى في روتين تشيك للووتر سامبل فور كيميكال and bacteriological test every month. يعني شايف حضرتك انت هنا كاتب الكيميكال every month وال every six months والبكتيريولوجيكال every month، لا هنا في ايجيبت دلوقتي بقت every month. كمان بقى في قرار مغلظ ان وانس ان السامبل طبعا في خلال 48 hours زي ريبيت السامبل تاني لو هي طالعه انكومباتبل او طالعه مش ماتشد مع الريكوردز اللي عندنا في مصر هنا، ده بيعمل غلط اداري للوحده. فاصبحت it is not a neglected part
كله بقى اوير وكله بقى واعي. دي نقطه مهمه قوي. بالنسبه لاداره وحده المي انا معاك جدا جدا في النوت بوك اللي حضرتك قلت عليه، واحنا بناخدها ستيبس كده. يعني انا عندي المالتي فلتر المالتي اللي هو ساند فلتر، ان احنا بنعمل له اسسمنت ان انا في عندي كاونتر قبل وبعد وبقيس الووتر بريشر فيه من خلال البارز، ولو البارز ده متخطي 2 بارز ده معنى كده ان هو هنا مش كفاء. بالنسبه للكربون انا بعمل عندي في كيتس اللي هي بتاعه الكلورامين تيست برضو نفس الكلام. عند السوفتنر انا برضو بعمل مقياس العصوره بتاعي بالسيستم بتاعي برضو نفس الكلام. واي حاجه من الحاجات دي لو فيها مشكله انا برجع اعمل الغسيل العكسي او الباك ووش تاني ان انا بعمل السيستم بتاعي. بالنسبه لبرضو التي دي اس انا عندي في براير وبوست الار او باخد السامبل بتاعي واشوف التي دي اس بتاعي ماشي جادجت ازاي. وده حاجات روتين ديلي بتتعمل، لان المعنى كده ان انا لو الووتر في اي مرحله من المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها دي فيها مشكله ده معناه ان انا بقى ايه هدي ووتر غير صالحه للشغل عندي. وطبعا الماشينز الجديده ما اصبحتش بتعدي ان هي تقبل هارد ووتر او تقبل حاجه تانية. طبعا البكتيريولوجيكال لو هي ما هياش ماتشد معنى كده ان في عندي يو في وبقى لي عدد ساعات بشكل معين، وده على فكره بتمر عليه من الـ من الـ من وزاره الصحه. يعني انا عندي يو في هو انت بداته امتى عدد ساعاته قد ايه. البكتيريولوجيكال تيست بتعمل مانثلي طبعا، ده انت البكتيريا الفلتر اللي هو موجود عندك برضو هيبقى برضو بنفس السيناريو بتاعك. موضوع الديس انفكشن طبعا احنا في عندنا هوت ديس انفكشن وكيميكال ديس انفكشن، وده بيتعمل روتيني مانثلي. ولو السامبلز جات فيها اي نوع من انواع عدم المطابقه زي ما بيقولوا بنضطر نعيد تاني وتالت ورابع. انا معاك جدا جدا ان ممكن الفيدنج ووتر يعني ما هياش مراعيه المواصفات. طبعا احنا عندنا ما بين السوفتنر والار او في عندي اللي هو ال10 وال25 وال5 مايكرون برضه نفس الكلام. لو الكاونتر عندي والبار اللي موجود في الكاونتر معدي ارقام معينه بتغيره عشان يشيلوا الحاجات العوالق اللي هي ممكن تاثر على الممبرين بتاع الار او. وفي حاله التي دي اس زي ما حضرتك قلت الار او بيتعمل له كيميكال ديس انفكشن ابتون، انا ممكن اتشينج الممبرين لو في عندي قراءات مش مطابقه للعينات بتاعتي. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور طارق. اعتقد انه الكلام طبعا في تغيير احنا ملاحظينه في اهتمام وزارة الصحة بمعالجة المية، ده طبعا بقاله سنوات، وده حاجة تحسب للإديوكيشن وتحسب للتطور الطبيعي اللي موجود، وده حاجة كويسة جدا. والدكتور سمير لو حابب تعلق على حاجة قبل ما نشوف الدكتور ياسر والدكتور أحمد عاقل. طبعا أنا بشكر دكتور طارق طبعا بدون شك. يعني وزارة الصحة ببذل مجهود في موضوع الكالشر وموضوع الكيميكال أناليسيز، لكن انا بقول ان احنا طبعا مش بتكلم على قامه زي الدكتور طارق، انا بتكلم على دكاتره صغيرين لابد ان احنا نخليهم هم نفسهم، مش ان انا انتظر يجي لي حد من وزاره الصحه. ده انا عايز الانيشيشن يبدا من الدكاتره الصغيرين، ان اول حاجه في مروره يبداها من وحده الميه، لان هي اللي ممكن تاثر على صحه العينين اللي جوه، ويبقى اوير ان اللي بيحصل في وحده الميه ده جزء من عمله وليس جزء من عمل التكنيشن. هو حضرتك في خلال 48 hours لو السامبل رجع التاني غير مطابقة بيحصل غلق إداري الوحدة، خلاص القصة بقت so clear وواضحة. يعني أنا باخد سامبل مطابقة أوكي، مش مطابقة بيجي بعدها ب 48 ساعة بيعيد سامبل تانية، لو مش مطابقة غلق إداري. عشان كده ما زودتش الجايد لاينز في الوزارة، ما زودت يعني خليت الريكومنديشن الكرنت ستيتس، لأنه مطالب إن أنا أعمل أبديت ل specification of Egyptian Minister of Health Water Treatment Specification وهي أعلى من الـ MI. فعشان كده أنا من سنة قلت لهم لو زودت السبيك عن كده هنحافل وحدات. كويس جدا. ناخد في حاجة تانية دكتور طارق؟ لا تمام كده متشكرين. يا باشا متشكرين. دكتور ياسر عبد الحميد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، منور يا باشا، اتفضل. نور ربنا يخليك. أحب أشكر دكتور سمير على المحاضرة الهائلة دي، الحقيقة أنا اكتر المحاضرات اللي استمتعت بيها،
الواحد راجع معلومات كتير وعرف معلومات كتير جديده. الف شكر دكتور سمير، محاضره جميله. الله يكرمك دكتور ياسر، شكرا. انا ليا سؤال بس تعليق على العلاقه بين اللينس اوف ديستريبيوتيف سيستم كونكشنز والكواليتي اوف ووتر، بالذات البكتيريا الكونتنت. يعني هل اللينس ده في علاقه واضحه بين طول الديستريبيوشن سيستم والبكتيريا الكونتنت بتاعته، ولا هو اذا كنت راننج سيستم بيقل فيه المشاكل دي؟ اللي انت تقصد اللي بين وحده الميه وبين هو بين وحده الميه. نعم بين وحده الميه والوحده، يعني كمثال لو انا مضطر للوحده تبقى بعيده شويه، طبعا جوه الوحده نفسها. تمام. الايدل يكون الاثنين جنب بعض طبعا، لان برضو لو هي في دور والدياليسيس في دور ثاني، خد بالك ان برضو وجود البواسير وحته الشرب انجل والكلام ده وحته الساجنيشن للميه في الاماكن دي، زي ما دكتور هشام كده افضل وقال ان الاستاجنيشن في الووتر في المناطق ديت بتبقى ممكن تبقى هي سورس البكتيريا. فكل ما قصر طبعا وكل ما قلت المنحنيات، كل ما قلت الزوايا، كل ما قلت البلايند انز، كل ما كان بدون شك احسن بالنسبه للكواليتي اوف ووتر. لكن هل في حاجه في ستاندردز معينه المفروض نمشي عليها في الحكايه دي، ولا هل هي متروكه للتقدير المبدئي؟ والله هو اللي ما اعرفش في ستاندرز مصريه، لكن الحقيقه ما كنا في مستشفى دكتور سليمان فقيه كان عندنا ارامكو ستاندرز من الستاندرز العاليه جدا، اللي هي بيفضل دايما وحده الميه ما تبقاش بعيده عن الدالس بقدر الامكان وقدر المستطاع، واذا كانت بعيده نسبيا يبقى لازم يكون كم المنحنيات اللي فيها يكون قليل. اوكي، شكرا يا بيال. شكرا جزيلا دكتور ياسر. دكتور احمد عقل اتفضل. والله احب اشكر حضرتك دكتور سمير، طبعا دي شيء احنا متعودين عليه، فيري هاي ستاندرد ليكتشر وشملت كل الجوانب ريليتد للووتر تريتمنت. الجزء بس اللي انا كنت احب ان حضرتك تقوله، لان انا لاحظت من بعض الاسئله الناس اتطرقت للجزئيه دي، اللي هو يمكن دكتور هشام كمان قال الجزئيه دي في وسط الاسئله والديسكشن، اللي هو التفريق بين الديليفرد ووتر من وحده الميه والديليفر دياليزيت للبيشنت. يعني في ناس كتير قوي كانت بيتكلم على الاسترلايزيشن والتعقيم، اي ثينك يعني موست اوف ذا كويشنز ريليتد تو ذا ماشين استرلايزيشن مور ذان ذا تيوبينج سيستم كومينج فروم ذا ار او سيستم، ودي شيء مهم. يعني انا ممكن اكون بوصل بيو الترا بيور ووتر انما ما عنديش الترا بيور دياليزيت. دكتور هشام موضح النقطه دي، واعتقد ان هو دلوقتي اغلب الناس بتهتم بالالترا بيور دياليزيت. وانا شفت وهو بيتكلم شفت ليكشر واخر بحث للدكتور برنارد كانود، وحاطط فيه ديزاين ان لازم يكون فيه فلتر بين الديليفر ووتر جاي من الار او سيستم قبل الماشين، وفي فلتر تاني برضك موجود جوه الماشين قبل ما الدياليزيت يدخل على الدياليزر. ففي اديشنال تو فلترز الاثنين فور استرلايزيشن موجودين في الماشين، اللي هي ديزايند تو ديليفر الترا بيور دياليزيت. فاعتقد حتى في الديليفر دياليزيت لازم يتقاس الووتر، لان ممكن يكون انا عندي الار او سيستم والبيوريتي بتاعت الووتر فوق الاكسلنت، بس الماشين عندي مش ما بتعملش الكومباينيشن اللي المفروض تعمله از ريجارد كوندكتيفيتي. يمكن احنا برضه الجيل قديم شويه، يمكن احنا جيل الوسط، بس حضرنا الاي كي 10 وشفنا المشاكل بتاعت الكوندكتيفيتي دي في الاي كي 10، ويمكن دكتور حسين يفتكر معايا الحاجات دي، كنا بنشوفها كتير جدا ان الماشين ساعات ما بتعملش الادكويت كوندكتيفيتي ستاندرد. يمكن الماشين الاوتوميتد دلوقتي كلها المشاكل دي قليله فيها، بس ما زلنا في بعض الاحيان بنلاقي الماشين بتدي ايرور وبتفصل الدياليزيت وتشغل البلاد فلو فقط، وده يمكن انا شفت 1 اور 2 كيسز لايك ذس، وايفن النيرس كانت شافت الكلام ده ورحنا جبنا البايوتيك، وكانت مشكله كبيره ان الماشين نفسها عشان هي اوتوميتد فصلت الدياليزيت مش قادره تتعامل معاه. بحب بردك اوجه الشكر للدكتور احمد البيالي تعقيبا على كلام الدكتور طارق اللي هو قال الستاندرد بتاع وزاره الصحه. الدكتور احمد البيالي لو ما كانش مشارك معانا هنا فاحب اعرفه، هو وكيل مديريه الصحه بالدقهليه، المسؤول عن قسم الكلى في المديريه، وهو كان حكى لي مره مشكله كبيره جدا ان في وحده اترفض فيها السامبلز از ريجارد الووتر كذا مره، هو راح زارها وشاف المشكله، لا المشكله مش من الدياليزيز سنتر، المشكله اصلا من الديليفرد ووتر اللي جايه سنترال، الميه اللي جايه فعلا البيوريتي بتاعتها
فيري هارد ووتر زي ما الدكتور سمير قال. الفلتر اكسلنت بيشتغل كويس جدا والار او سيستم شغال كويس جدا, بس اللي جاي له البيوريتي بتاعه الووتر فيري باد, لدرجه ان هم اتكلموا مع اللوكال اوثوريتي وزودوا اديشنال فلتر للووتر تريتمنت بتاع الفيليج كلها. يعني راحوا بعيد خالص عن الدياليسز, والووتر اللي كان رايح للنورمال بيبيوليشن اصلا كان البيوريتي بتاعته سيئه, وراحوا للوحده بتاعه الميه اللي هي بتعالج الميه بتاعه القريه, وغيروا فيها زودوا فلاتر عشان يوصلوا الميه للستاندرد اوت بوت. فدي اي ثينك ان هي كلها فيري امبورتنت ايشوز, وزي ما الدكتور سمير الاستريتد يعني ان كل ده له امباكت على البيشنت از ريجارد نيورولوجيكال وفيسيولوجيكال وسايكولوجيكال حتى امباكت, والانيميا والريسبونس للتريتمنت ديورنج دياليسيس, كل ده يعني يمكن الميه هي الاساس يعني. شكرا جزيلا للدكتور سمير, دكتور هشام, دكتور طارق, دكتور فيصل ودكتور حسين على السهره الممتعه دي والمحاضره القيمه دي, واشكركم جزيلا. شكرا دكتور احمد. انا بعقب على كلامك بس بنقطه واحده, انه حتى ريجوليشنز بقت تزيد. يعني مثلا احنا كان عندنا في مكان الابار, الماء اللي بتيجي من الابار ممكن يبقى الكوندكتيفيتي بتاعتها مش مناسبه للدياليسيس, فعشان كده دلوقتي ما عادش بيرخصوا ان انت تغسل الميه جايه من الابار. وعندنا مثلا سمنود, من سمنود كنا بنعمل يعني وقف الغسيل هناك علشان حاجه متعلقه بالسورس بتاع الميه. فبقى فيه اهتمام كبير جدا بالميه والقياسات, وزي ما الدكتور طارق طنطاوي قال الغلق بقى فيه سيطره, ودي حاجه من الحاجات اللي انا سعيد بها جدا جدا في المانجمنت بتاع الووتر تريت. دكتور سمير حضرتك عاوز تعلق على حاجه من كلام الدكتور احمد؟ لا شكرا دكتور احمد على الملاحظات القيمه ديت, بس انا عايز اضيف بس دكتور حسين اتفضل يا باشا ان فعلا لازم اقول ده, وانا زي ما بتكلم بقول لازم يكون في ثقافه الاتصال اللي صح. هو على الاقل اذا ما كانش مثلا بوحده الدياليسز مع وحده الميه المحليه لازم يكون في اشراف كامل من وزاره الصحه عليه, بحيث ان وزاره الصحه بيجي لها تقارير دوريه عن وحده عن الميه, ميه الشرب وميه الشرب ديت ايه الاضافات اللي فيها وايه التلوث اللي ممكن يصيبها, علشان هي توصل كل المعلومات ديت وكل الداتا لمراكز غسيل الكلى. يكون في كوبريشن بين كل هيئات مع بعضها. دكتور هشام اتفضل. دي ريكومنديشن حضرتك اللي احنا قلناها, ان لما يكون في عينه ميه غير ناجحه بناخد عينه ميه سيتي ووتر وعينه تريتد ووتر ات ذا سيم تايم, بحيث ان انا اقدر اشوف المشكله جايه منين. زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان الار او ماكسيمم كاباسيتي 98%, فواتيفر الفوليوم كان قد ايه اوف انتوكسيكيشن برضه هيبقى ليه كاباسيتي. انا بس اقول لاست كومنت على موضوع الهيمو دايف فلتريشن. دكتور سمير قال في الاخر على الووتر كواليتي اوف هيمو دايف فلتريشن كونسامشن. هو الهيمو دايف فلتريشن ان بريف في تو سيستم, هما الاثنين الموجودين على مستوى العالم, التو بارير سيستم والثري بارير سيستم. التو بارير سيستم بيقول لحضرتك هات لي الترا بيور ووتر من الاساس, فبيبقى في بيلت ان دبل ار او غالبا, وده بيستهلك كميه ميه غير طبيعيه, وبيعتمد بعد كده على تو اندو توكسين فلتر جوه الهيموداليس ماشين ان سيريال, وبالتالي ده السيستم اللي هو التو بارير سيستم, وموجود في اغلب مستوى كبير من على مستوى كبير من العالم. فده بيبقى اللي هو التو بارير الترا بيور ووتر وتو اندو توكسين فلتر. الثري بارير سيستم وده الالترناتيف وبرضه موجود كتير جدا في العالم, بيقول لحضرتك هات لي بيوريفايد ووتر وانا هستخدم اثنين اندو توكسين فلتر ورا الهيموداليس ماشين واكسترا ثيرد فلتر ديسبوزابل على اللاين اوف انفيوزيت, وبالتالي ده ثري بارير سيستم. فلو هشتغل على تو بارير سيستم يبقى الهالك بتاع الميه هيضعف جدا جدا. هو مهم قوي في الاونلاين هيمودايفلتريشن, لان انا لازم البيورتي اوف ووتر تبقى مترقبه بشكل قوي, سواء انا هوصلها الترا بيور او انا اتعامل مع الاندو توكسين بعد كده, لان انا بعملها انفيوجن اوتوماتيد في البلاد عشان, فهتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا جايد لاين بتقول حضرتك سامبلينج سايت وسامبلينج فريكوانسي, يعني بتاخد خمس نقط بعد السوفنر وبعد الار او وبعد واو الاخره لغايه الفاينل دايلازين بتقول لك. يمكن النقطه اللي احنا كنا عاوزين نناقشها مع الدكتور سمير
وفي الفترة اللي كان حصل فيها توقف من السلايدز موضوع الديالازيت فلو. احنا ما عادش انا ما عادش عندي قناعة, وممكن الدكتور هشام يصحح الكلام ده, ما عادش عندي قناعة باستخدام ديالازيت فوق ال 500 مليلتر بير مينت ابدا. رغم ان كنت في وقت من الاوقات, لان احنا انا كانت رسالتي في الاديكوس اوف دياليسيس, وكان من اول الرسائل في الدياليسيس في مركز الكلى, فكانت كل كلامي ان عاوزين 700 800 مللتر بير مينت دياليزيت. لكن لما الواحد بدا يقرا وبدا يعرف ان هي ممكن تفرق في اليوريا, اليوريا دي مش مشكله قوي, لكن اهم حاجه الميدل موليكيولز وغيره. ثانيا زي ما الدكتور سمير وضح ان انا عشان ازود من 500 ل 700 ولا 800, انا ضعفت كتير جدا فقدان الميه, والفايده فيري مارجنال. فاحب اسمع راي الدكتور هشام ثم الدكتور سمير في النقطه دي. دكتور حسين, احنا اتكلمنا في النقطه دي في محاضره في دايلازيت ميك اب, يعني ازاي احسن دايلازيت بلاد فلو ماتشنج عشان اعزز كميه الدايلازيت انسايد ذا فلتر, ومن ضمنها المايكرو انديونيشن تكنولوجي, ومن ضمنها السبيسر يارنز, ومن ضمنها الفلو باترن انسايد دي دايلايزر. يعني العالم كله اشتغل هاو تو امبروف ذا بلاد دايلازيت ماتشنج, مش هاو تو انكريز ذا دايلازيت فلو. ويبقى متفقين يعني حضرتك متفق معايا ان فوق ال 500 مللتر بير مينت ننسابق. لا لا لا, موضوع الفايبر ميك اب, موضوع الكونفيجريشن انسايد ذا فلتر, ده موضوع الدايلازيت بين الدخول الدايلازيت وهاو ات از ديستريبيوتد انسايد ذا فلتر, ده الامبروفمنت اندستريال تو امبروف ال 500 مللي دول. ايفن في بعض الناس بيقولوا 350 مللي بيديك نفس الكفاءه. ده جميل جدا, وحضرتك وضحته. يعني الناس اللي يرجعوا بس للفيديو الاخير اللي هو اللي كان اللي حضرتك عرضت فيه اللي هو الانديوليشن والكلام ده, كان واضح جدا. فانا بدل ما ازود الفلو اوف دايلازيت واعمل هدر الميه, انا اشتغل على التكنولوجي بحيث احسن البرفورمانس اوف دايلاسيس, وودي للدايلايزر يديني الماكسيمم افشنسي اللي انا اقدر اخده منه. واعتقد طور سمير وضح الكلام ده في ان هو حتى ميال ل 400 يعني, بس لغايه الوقت لغايه الوقت مستنيين فيرذر تكنولوجي. الدكتور سعيد خميس رفع ايده. طيب دكتور احمد, اخر نقطه دكتور احمد ثم الدكتور سعيد. في وجود احنا بنتكلم على وان بارت, هو الدكتور هشام قالها في النص بس ما قالش تفاصيل, ان هو الانتجريشن بين البلاد فلو دايلازيت فلو. فاذا كنت انا بتكلم على دايلازيت فلو 500 اور ليس, وات اباوت ذا بلاد فلو؟ يعني احنا بنتكلم على بلاد فلو كام؟ يعني اذا كان المتاح 200 بلاد فلو, از ات فاليد يعني 500 دايلازيت؟ لا لا لا, 200 ده او اباف 300. لا, 200 بلاد فلو ده خلاص بقى اوبسوليت. اتفضل يا هشام, اتفضل. احنا اتفقنا قبل كده, هو حتى في السلايدز اللي انا عرضتها, البنت اللي عندها كيرلينج هير والستريت هير, الفايبر ميك اب ده نفسه في حد ذاته بيحسن الفلو. فانا لو اشتغلت على بلاد فلو 350 ودايلازيت 500, it will match it provided you improve the دايلازيت blood matching. يعني بحيث ان هو even ان بعض الاستاديز واشتغلنا على القصه دي, ان بتعمل المدخل بتاع الدايلازيت بيبقى ليه بين هول, يعني ليه مدخل بشكل معين بحيث ان هو to flush side the fiber. فما حدش دلوقتي ابدا في العالم المتحضر ايفن عنده بلينك اوف ووتر بيشتغل او ريكومندنج الاكثر من 500 مللي. لكن الكومنت بتاع الدكتور احمد, البلاد فلو ما بينزلش عن 300 يعني احنا وللاسف يعني لغايه دلوقتي على حسب ما انا عارف, يعني ان الجابانيز لهم راي مختلف. يعني يمكن كل التكنولوجي دي جايه من الاوروبيان والامريكان. طبعا الاوروبيان في النص, يعني يمكن ميد واي بين الامريكان وبين الجابانيز. جابانيز ما زالوا still recommending 200 ml per minute blood flow, وده low impact, هم شايفينه beneficial as regard the survival of the graft أو the AV fistula. إنما الأمريكانز والأوروبيان هم اللي بدأوا يعلوا في blood flow. فهو ده كان سؤالي يعني عشان أعرف برضه النقطة دي, وهل فعلا حضرتك شايف إن الجابانيز لسه على هذا الموقف ولا هم بدأوا يغيروا ما كمان؟ هم زودوا هم الجابانيز والتشاينيز والفار ايست عامه. انا كنت في زياره كذا مره للمنطقه دي, عملت تريننج بروجرام, وكانوا مصممين 10 years or 15 years ago على موضوع 200 مللي بير مينيت. طبعا ابتدى يزيد لان هم ابتدوا يستخدموا هاي بيرفورمانس ميمبرين
وده في حد ذاته ادفانتج. وكمان ابتدوا يزودوا الدياليزر سايز، فمش هتقدر تستخدم 200 ملي على فلتر كبير 2.0 اند ابوف، والا السيركيليشن كلها هيحصل فيها استجنيشن جامد، فابتدى طبعا تزيد يعني، بس مش لدرجه الفاست دياليسز الامريكان 403 ساعات و400 وساعتين ونص، لا كومبنسيت طبعا. جميل. دكتور سعيد اتفضل. خير دكتور حسين، شكرا دكتور سمير على المحاضره الرائعه ديت. طبعا انا كان كنت ناقشت معاك يا دكتور سمير لو تلاحظ من فتره ان احنا بيزي عندي في الشغل بنعمل مالتي سنتر ستادي على في كذا محافظه على الستاندرد بتاعت الانفراستراكشر في الووتر تريتمنت يونتس، وفي الاخر وارد ان يبقى ان شاء الله يكون في ريكومنديشن لشركه الدكتور هشام بيه معانا في القصه دي ان شاء الله. القصه بس انا اقولها بالنسبه للانفراستراكشر، بالنسبه مثلا للستورج بتاع الميه، احنا مثلا بالبلدي كده بالعربي الختان بتاع الميه اللي بيها فوق السطح المبنى احيانا بيبقى معرض للشمس وبيكون زي ما حضرتك قلت قالب ومشاكل، ومحدش بيتكير للقصه دي خالص او بيبي اتنشن للقصه دي، فدي مهمه جدا. نمره 2 بالنسبه بقى لداخل المحطه نفسها محطه الميه، المشكله في ان احنا اتليست واحد من الجينيور دكتورز تو بي اساين في كل واحده ان هو مسؤول عن محطه الميه، ويدي سيريال ريبورتس للمدير الوحده بايه وضع محطه الميه وايه بالظبط قصتها. نمره 3 وده الاهم، هي جزء لوجيستكس برضو بعيدا عن الناحيه الطبيه شويه، ان هو مفروض ان يكون محطه الميه تحت اشراف بايوميديكال انجينير، والدكتور هشام معايا في القصه ديت مفيش بايوميديكال انجينير اولموست in all the hospitals in Egypt، يمكن بس حاجات معدوده على الاصابع نتيجه حاجات لوجستيه معينه معروفه طبعا ليه، بيبقى ماسكها تكنيشن ما يتعداش سكندري سكول، وده غالبا بيبقى برضو احيانا لا قدر الله طبعا هو الراجل الكباستي بتاعته كده هيبقى مصدر مشاكل. فازاي نغطي المشكله دي ان احنا يبقى في باي ميديكال انجين اتليست على مستوى كل مديريه شؤون صحيه مثلا في كل محافظه، لان ما هوش اورينتد قوي التكنيشن اللي موجود ده بانه يرن القصه بالبروبر واي او كواليتي جارانتيد او كواليتي اشورد مانر. فما اعرفش راي الدكتور هشام والدكتور تامر في القصه دي. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سعيد. دكتور هشام. شكرا جزيلا دكتور سعيد. حضرتك لو انا في الجايد لاين ايجيبشن هيموداليسيس جايد لاينز اللي عملناها مؤخرا عامل سيكتور في المان باور، والسيكشن ده مكتوب فيه كوميشننج، معناه ان هو تكليف بالمهام لكل حد، دايركتور ومانجر وريزيدنت ونيفرولوجيست واتيفر ونيرسينج وتكنيشن، ومرحله الكوميشننج دي هي المسؤوله عن الووتر تريتمنت، لازم يكون في حد هو المسؤول انا حاسب. ولو حضرتك رجعت برضو للجايد لاين في بدايتها، معلش يا دكتور هشام، معلش يا دكتور هشام علشان نبقى فوكسنج قوي على الاجابه على سؤال الدكتور سعيد. اعتقد البايوميديكال انجينير ده يعني هيبقى مطلب رفاهيه فوق اللزوم في الوقت الحالي، ده لسه تخصص داخل بقاله فيو ييرز يعني في كليه هندسه. الهيموداليسيس يونت مانجر، هيموداليسيس يونت مانجر از ريسبونسبل فور ذات، يعاونوا الشركات، يعاونوا المهندسين، يعاونوا زي عندنا مثلا في الجامعه الصيانه الهندسيه لوحده الميه اخره، لكن هو الريسبونسبيلتي او الكوميشننج لازم يكون من اعضاء الفريق في وحدات الدياليسيس. كلام سليم جدا دكتور حسين. بالنسبه للجزئيه دي شكرا دكتور سعيد على الكومنت بتاعك المحترم. العفو. لكن هي فعلا القصه انا بالنسبه لي يعني انا اعتقد ان اي وحده مسؤوله عن تركيب الديفرنت بارتس اوف ووتر تريتمنت يونت تبقى مسؤوله عن الصيانه بتاعتها مسؤوليه كامله، يعني ما ينفعش ان هي تيجي تركب الوحده وتمشي، مسؤوليه كامله. بس لازم مدير الوحده والنيفرولوجيست اللي موجود ومديره التمريض اللي في الوحده يبقوا اوير بالريزلتس اللي بتطلع، يبقوا اوير بالوحده من جوه، يبقى وين ما حدش، لان اول ما تبقى انت اوير بالقصه تبقى عارف امتى الحاجات دي هتتغير، الكربون فلتر، الار او، الالترا فايلوت، كل الكلام ده في غايه الاهميه. عشان كده بقول ايه دايما البدايه تكون من وحده الميه، ممكن يكون موجود فني موجود بس مش لازم برضو، لكن الاساس عندنا هي الشركه اللي هي بتشرف على تنفيذ الووتر تريتمنت. هو كلام طبعا كلام مهم جدا،
واعتقد ان بدا يزيد في الهيموداليسيس جايد لاينز وريكومنديشنز شابترز في الكتب كمان هاو تو ران ذا ديال سيشن رول المانجر ورول الدايركتور. ففي كل دي دورنا, بس انا برد على الدكتور سعيد بس في نقطه واحده, ان انا مش بالضروره يبقى عندي بايوميديكال انجينير, انا عندي سيستم وعندي بريكويزيتس والمانجر بتاع سواء اذا كان هو هيبقى الدكتور ولا حتى الرئيس التمريض اللي مسؤول عن الكلام دوت هيبقى ان كونتاكت مع الـ مع الـ مع المانجمنت ومع مع الانجينير ومع التكنيشن اللي موجود. دكتور سعيد تمام يا فندم. انا يعني انا كنت بقى اقصد ايه الجزء اللي قاله الدكتور هشام في الاول الاجابه, انا متفق معاه تماما, وانا عامل عندي في وحده الجامعه ان في مدرس مساعد اسايند لل تمام القصه, هو بيبلغ الميديكال دايركتور بكل شيء اول باول زي ما قال الدكتور سعيد بيقول كده. الجزء بتاع البايوميديكال انجينير انا عارف ان في امور لوجستيه صعبه اللي يبقى فيه في كل وحده طبعا, اصلا مش موجود في ما اعتقدش موجود في دول العالم ان ده اذا مانداتوري يبقى عندي بايوميديكال انجينير, ده شغلته في حاجات تانية. اعتقد دكتور هشام عنده راي تاني مختلف, يعني هل في اوروبا او كده كله كده تاب اون ايتش اذر, يعني تاب اون ايتش اذر دي معناها مكملين لبعض الميديكال مانجر اوف ذا يونت والانجينيرنج المسؤول على اليونت ديس انفكشن. الانستليشن والرننج والاوبريشن ده دي قصه تاني, والمينتنس والمونيتورنج قصه تانية خالص. عشان كده حضرتك الشركه مسؤوله على البي كيو والاي كيو والاو كيو اللي مكتوب في الجايد لاينز, والاوبريشنال كواليفيكيشن دي بيتبع بعديها المونيتورنج. المونيتورنج هو المانجر بي كومبلمنتري يوز مع ومسؤول عنها الوحده المسؤول عنها وحده الصيانه للوحده الميه. اعتقد النقطه واضحه كده. ناخد تعليق الدكتور. شكرا دكتور سعيد. دكتور حمدي. دكتور حمدي محلب. السلام عليكم. وعليكم السلام, ازي حضرتك؟ الله يحفظك. شكرا جزيلا طبعا دكتور سمير كالعاده, يعني ربنا يديله الصحه ما شاء الله تبارك الله. عايز بس اعلق على ثلاث نقط سريعا. اتفضل يا باشا. النقطة الأولى لما من شوية حضرتك قلت إن البلاد فلو الـ 200 والـ 250 ده بقى أوبسوليت ناو. طيب هنعمل إيه مع الحالات اللي الأكسس ما بيسمحش فيها بأكتر من كده؟ دي نقطة. النقطة الثانية في طبعًا موضوع البيوميديكال إنجينير هو فعلًا عددهم مش كفاية خالص, لكن الحقيقه البراكتيكال اللي حاصله ان ما حدش بيتكر في الموضوع المتابعه الميه دي غير الرئيس القسم الهيد اوف ديبارتمنت, وده حتى النفرولوجيست مش الريزيدنت, النفرولوجيست وبعض الكونسلتنت اللي شغالين في الوحده لا يعلم شيء عن محطه الميه ولا بيتابع ولا غيره, هو بيبقى في رقبه رئيس القسم فهو اللي بيتابعها مع التكنيشن. وانت وحظك لو تكنيشن فيه بيبقى تكنيشن شاطر ويعني موهوب في الحتة دي, وفي لأ فدي برضو كله على عاتق رئيس القسم. الحاجة التانية موضوع الشركة. النقطة التالتة موضوع الشركة ان هي تبقى مسؤولة. يعني احنا هنا عندنا في مكة في مستشفى الملك فيصل في مكة اللي بيجي يركب محطة المية شركة من الرياض, تبص تلاقي علشان تخب ويجي لك الموضوع ده ممكن ياخد اسبوعين ثلاثة شهر. فبرضه بيبقى مهم قوي تواجد حد باستمرار ويبقى مسؤول عن المحطة. موضوع الشركة ده مش ماليبل قوي ان يعني تطلبه النهاردة يبقى عندك بكرة. شكرا جزيلا. شكرا يا باشا. اتفضل دكتور سمير. شكرا دكتور حمدي. من الناس اللي هم يعني صداقته عمر طويل ومن الناس النفرولوجيست القدام جدا. فازيك دكتور حمدي. عموما انا متشكر جدا طبعا بدون شك. يعني كل اللي انت تخافات اللي بتقولها يعني انا عندنا بالنسبه لي في مركز كده عندنا في المنصوره بدون شك عندنا بايوميد وعندنا عندنا مهندسين والكلام ده بيقوموا بصيانه الاجهزه بالذات اجهزه الدياليسيس نفسها مش الووتر تريتمنت بس, وعندنا ناس خاصه بالووتر تريتمنت لان امكانيات المركز عاليه برضه. لكن انا مش مطلوب من الكلام ده, انا بتكلم دلوقتي ان في وحدات منتشره في كل انحاء مصر ومستشفيات عامه ومستشفيات خاصه ووحدات خاصه ووحدات خيريه, استحاله تقدر تحط في كل وحده
واحد بايوميد، لكن هو المفروض ان فعلا وزاره الصحه هي بتسال تقول مين المسؤول في العقود عن المينتنس، لان احنا برضو حته المينتنس ما بنهتمش بيها. يعني اول ما يركب بتاع ده خلاص يقول لك مينتنس العقد، المفروض ان العقد المتابعه كذا، لا ما حدش بيدور على الكلام، يقول لك اما الحاجه تبوظ ما نجيبها يغيرها، لكن المفروض ان يكون في متابعه مستمره، المفروض يكون في تغيير فلاتر بشكل كويس قبل ما المشاكل، يعني المفروض ان احنا نمنع حل المشاكل وليس حل المشاكل عند وقوع. وده يمكن اللي لو موجود مثلا بيبقى اي وحده تيجي تركب وحده الميه لازم يكون هي مسؤوله عن المينتنس بتاع وحده الميه، مش لازم يكون كل حاجه تبوظ نقول تعالى، لا هو من نفسه المينتنس بتاعه يجي مره كل اسبوعين، يجي كل اسبوعين يغير، المفروض يتغير ويبص على الحاجات التالفه جوه الوحده. طبعا الكلام ده اكيد مظبوط تماما، وكل ما كان له الـ الـ الامكانيات بتاعته. يعني انا طرونين من اول ما عمل المركز وحده الغسيل فيها مهندس موجود 24 ساعه في جداول لهم، يعني بالنهار ممكن تلاقي اربع مهندسين قاعدين، وبالليل بيبقى فيه مهندس انقول حتى لو الغسيل مش شغال بيبقى فيه انقول، بحيث لو حصل حاجه في حاله طوارئ ولا حاجه نلاقي المهندسين موجودين. لكن ده بتهيالي اوفر دوينج، ومش ده يعني معمول السيفتي بدام عندنا امكانيات، لكن ده مش اللي هيتوفر في اي مكان خارج. الدكتور حمدي سال سؤال فني على موضوع بعض البيشنتس عندهم مشاكل في الفاسكولار اكسس التي لا تسمح ان يبقى في بلاد فلو عالي، يعني فوق ال 200 يبقى صعب. اعتقد ان هتبقى انديفيدوال كيس يعني، وهتبقى ده خاصه بقى. دكتور هشام ممكن يرد في النقطه دي. ترشام معلش انا ما سمعتش السؤال. بقول لك احد السؤال الاول للدكتور حمدي كان على البلاد فلو 300 و400 الكلام ده، لو عيان عنده فيه بور فاسكولار اكسس ومش تمام. قادر يعمل له اكتر من 200، يعني ده ساعات بيبقى مش مزنق في بعض البيشنتس. تمام، هو ليه شقين بسرعه شديده جدا. نمره واحد، البلاد فلو از ريليتد اس ويل للدياليزر سايز، ما ينفعش ان انا اشتغل لو بلاد فلو وبيج دايلايزر، او العكس، او هاي بلاد فلو وسمول دايلايزر، كده ما ينفعوش مع بعض. الحاجه الثانيه، لما يكون عندي لو فاسكولار اكسس فلو ده معناه انديفينيتلي انا مش قادر ازود عن 200 ان ده ريسيركيليتد فلو، وبالتالي لو انا عندي ريسيركيليشن عالي ما حكبني كمان في ال 200، لازم نمره واحد اشيك في ريسيركيليشن ولا لا بالتست المعتاد بيه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في الاخر الصدر، واقيس الفيستولا بلاد فلو بالدوبلر وات ايفر كان الطريقه بتاعتي. لو انا لقيت ان مفيش ريسيركيوليشن ولقيت ان البلاد فلو هو ده الماكسيمم، هيبقى الحل بتاعي از ادجستمنت اوف ذا دوز اوف دياليسيس باي تايم نوت باي بلاد فلو. اوكي، في بعض الاسئله السريعه، يعني قدامنا خمس دقايق ونقفل ان شاء الله البرزنتيشن. افضل الدكتور محمد الحديدي يقراها سريعا كده. تمام، هو حضرتك في الى الان في سؤالين على الشات. اول سؤال، هل في اي داتا بتتكلم عن العلاقه ما بين الووتر كواليتي اند ذا انترا دايليتيك هايبرتنشن؟ اب تو ماي نوليدج نو، ما قلتش يعني عن ال. طيب، هو طبعا لو في انفلاميشن، لو ممكن يبقى في اندايركت ريليشن شيب، لو الصوديوم كونتنت في الدايلازيت ودي هتبقى في الاخر بره الووتر تريتمنت، يعني ما اعتقدش صوديوم. طبعا لو انا عندي هارد ووتر صوديوم كونسنتريت، وفي صوديوم موديلنج مهم جدا، وفي ابلكيشن السنه دي طلع من برنارد كانو على موضوع الصوديوم هاندلنج والهيموداليسيس ماشين صوديوم هاندلنج. فطبعا لو الووتر تريتمنت فيها الصوديوم هاندلنج سيء، او اذا كان في انفلاماتوري، اذا كان في ريليز الاندوثيليين مع الدياليسيس، طبعا ممكن يعمل هايبرتنشن. تمام، السؤال الثاني من الدكتور جمال عابد، do we need disinfection like ultraviolet if we are using ultra pure water؟ سؤال ثاني يا احمد. السؤال، هل احنا محتاجين disinfection زي الالتراڤايولت لو لسه بنستخدم الالترا بيور ووتر؟ يعني عايز يستخدم الترا فايولت تو انديوس الترا بيور ووتر؟ لا 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 مش كده، هو بقول لحضرتك لو هو بيجهز الترا بيور ووتر هل ما زال هناك دور للالترا فايولت؟ الترا فايولت في الديس انفكشن بتاعه از ا ماست، لان الترا از كيلينج دي بكتيريا،
والبكتيريا المسؤولة عن الاندوتوكسين. بس ناخد بالنا ساعات البكتيريا الفلتر بيبقى المصيبة الكبرى فيه، لأنه بيحجب البكتيريا وتبقى كيلد وتطلع الاندوتوكسين وتعدي من البكتيريا الفلتر. فهي سلسلة متكاملة، كيلينج ذا بكتيريا عشان أقلل اللود، أمنع تكوين الاندوتوكسين، فريكوينت ديس انفكشن عشان أمنع البايوفيلم. فما فيش حاجة سوبيريور عن حاجة، هي سيريس كاملة متكاملة. الالترا فايت مهم، البكتيريا الفلتر مهم، وكل ده مهم لازم يبقى مع بعض. طبعا احنا عشان الوقت بقى دكتور محمد اكتفي بهذا. في سؤال اخير اتفضل. في اخر سؤال من الدكتور باسم خضر للدكتور هشام. هي سيز وات از ذا بنفيت اوف سنترال ديليفري سيستم اوف ذا يونت اوف سنترال ديليفري سيستم اند اف اني دكتور وونت تو تشينج ذا كونسنتريشن اوف سام سابستنس لايك بوتاسيوم وات شود هي دو. السي دي دي اس ده موضوع كبير جدا لم نتطرق ليه في الحلقه بتاعه النهارده، صعب جدا ان انا ادي عليه كومنت ان فيو مينتس. لكن سنترال دايلازيد ديليفري سيستم ده سيستم موجود ان براكتس كتير قوي في اليابان وموجود في مصر. عيبه زي ما قلت في الكومنت ليه ادفانتج وليه ديس ادفانتج. وان اوف ذا ديس ادفانتج از انديفيدواليزيشن اوف ذا دايلازيد، ساعتها بتقلب السيستم ده الى المانيوال ان هو بيستخدم الجراكن مكان الووتر وبقفل البايبنج سيستم عادي. ممكن القصة مش معضلة قوي، يعني أنا زرت بعض البلاد اللي احنا كنا ممكن نتخيل ما عندهمش الكلام ده، زي رواندا مثلا عندهم بسنترال دايلازيت ديليفري. فيبقى القصة برضو زي ما يعني مش جامعة عنشام في مستشفيات كتير يعني. أنا ندي بقى للدكتور فيصل بأنه أول واحد دخل نديله نديله المايك عشان يقفل الحلقة يعني مع الدكتور سمير، وخاصة أنه سليمان الفقيه يعني زي بعض. دكتور فيصل اتفضل. شكرا الحقيقه اي انجوي سمير توك اند اول ذا دسكشن. It is an important issue that to involve to have water treatment with different things in nephrology which is completely different out of you know some engineering things which I'm sure that the nephrologist as I said before he should be aware of many specialty also you should be an engineer also to know about water treatment. Thank you Samir, I enjoy your talk very much and it was excellent. Thank you. اعتقد بعد كلام دكتور فيصل يعني ايه نتوقف بقى عن ان احنا بقى لنا ساعتين وربع الوقت. انا باسم طبعا باسمهم جميعا بتوجه بخلص الشكر والتقدير لاستاذنا دكتور سمير صلي، وطبعا التقدير للاستاذ دكتور هشام سيد لان وجودك فعلا دكتور هشام مكسب كبير جدا في الميتنج والديسكشن. بشكر حضراتكم جميعا كل الناس اللي معنا، دكتور طارق طنطاوي برضه تعليقاته على الوحده اضافت كثير، وكل الساده اللي سالوا وشاركوا بالاسئله خالص التحيه والتقدير، وان شاء الله نرفع الفيديو باذن الله بكره باذن الله. وفي الختام سهره جميله جدا لموضوع مهم، اعتقد ان الدكتور سمير نجح بتوصيله بامتياز. شكرا دكتور سمير، شكرا جزيلا. شكرا مع سلامة الله. شكرا دكتور هشام، شكرا. شكرا مع سلامة الله. مع السلامة. مع السلامة.